That we can work together and unify our great cause. That hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. والحقيقة أن محدش كان متوقع على الإطلاق. إحنا هنا في هذا المكان وكنا في سي بي سي أكسترا وتقريبا كل العالم كان بيتجه إلى الرئيسة الجديدة هيلاري كلينتون، لكن الزلزال زلزال دونالد ترامب ضرب كل التوقعات وكان عكس كل الأفكار، عكس الميديا اللي الأمريكية اللي حاولت إنها يعني تسقطه من البداية، عكس كل الثينك تانكس أو جمعيات البحث اللي كانت ضده بشدة، عكس الإستابليشمنت المؤسسة الأمريكية اللي كانت بترفضه بشدة وترفض أن يأتي رئيسا للولايات المتحدة من خارج المؤسسة سواء السياسية أو المؤسسة العسكرية. كل ده عكسه كانت الحقيقة وكان الواقع، واستطاع دونالد ترامب أن يصل إلى المواطن الأمريكي ويحقق نصرا غريب جدا، يعني ما كانش حد متوقعه أظن بما فيهم هو نفسه، ما كانش متوقع هذا النصر. الولايات المتأرجحة طبعا هي التي كانت الفيصل في هذا الانتصار الكاسح، لكن منذ قليل هيلاري كلينتون اعترفت بالخسارة وخرجت للناس. المفروض انه في التقاليد الأمريكية ان تخرج او يخرج الخاسر مبكرا في نفس الليلة يعتذر للناس ويحييهم ويحيي الرئيس الجديد، لكن هيلاري كلينتون لم تستطع ان تخرج للناس بالأمس، وخرجت النهاردة منذ قليل لتحيي دونالد ترامب بعد أن كانت قد اتصلت به. أيضا الرئيس باراك أوباما اتصل به وقال كلمة برضو ليحيي الرئيس الجديد دونالد ترامب. هل أمريكا هتكون أمريكا؟ ولا الولايات المتحدة ستتغير تماما بعد هذا الرئيس الجديد؟ كنا امبارح بنسمع مع زميلنا أكرم ألفي أننا سنسمع جملة مهمة جدا، هي أن أمريكا مقسمة، وبالفعل هو ده الحوار الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن دونالد ترامب قد قسم الولايات المتحدة وقسم الشعب الأمريكي إلى يعني قسمين. الكلام بقى طبعا في ناس منهارة جدا في أمريكا، ناس بتعيط بالدموع، في ناس عايزة تهاجر، وابتدت حتى السايتس بتاعت تقديم الابليكيشنز وتقديم طلبات الهجرة لكندا وغيرها تقريبا يعني وقعت من كتر الطلب عليها. الأمريكان في حالة يعني من الصدمة والفزع، رغم انه هم اللي انتخبوه. وهو ده سؤال يعني مهم جدا، طب هو انتوا زعلانين ليه؟ هو مين اللي انتخبوا؟ هذا الزلزال سيكون له آثار على كل العالم وليس فقط على الولايات المتحدة، هيكون له آثار على العلاقة المصرية الأمريكية، هيكون له آثار على العلاقات مع الشرق الأوسط، هيكون له آثار على المعركة على داعش، هيكون له آثار على القضية الفلسطينية وعلى طبعا وجود إسرائيل، هيكون له آثار على العلاقة مع الناتو والعلاقة مع الغرب. هذه الانتخابات وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة طبعا يدعم اليمين المتطرف بشكل كبير في العالم كله، بالذات في فرنسا، في أوروبا، في بريطانيا، وهنكتشف أنه كل المرحبين بدونالد ترامب كانوا ينتمون أو ينتمون إلى اليمين المتطرف. هناك رابحون، هناك خاسرون، لكن هناك واقع جديد في الولايات المتحدة، أن ساكن البيت الأبيض الجديد ليست له أي خبرات سياسية سابقة، لا يأتي من المؤسسة السياسية ولا المؤسسة العسكرية الأمريكية،
يأتي منافيا ومضادا لكل الاستابليشمنت أو كل الفكر المؤسسي الأمريكي، يأتي بفريق عمل جديد تماما على الإدارة الأمريكية، له أفكار محافظة، له أفكار ضد المهاجرين. هل سيغير دونالد ترامب من أفكاره؟ وهل كانت كل هذه الأفكار مجرد دعاية انتخابية لكي يكتذب الصوت الأبيض، لكي يكتذب الصوت المحافظ؟ لأنه عرف وعلم وأيقن أن الشعب الأمريكي لم يعد يريد الشعارات اللي هي لها علاقة بالمهاجرين والأقليات وغيرها، وابتدى يفكر في أنا فين، مصلحتي الشخصية، أمريكا بلدي أن تعود قوية مرة أخرى، الصناعة الأمريكية. كل هذه الشعارات كانت هي سبيل وطريق ترامب أن يصل إلى عقل وقلب الناخب الأمريكي. الناخب الأمريكي اللي انتخب ترامب هو في معظم حالاته هو ناخب أبيض، هو ناخب يعني يهتم بالشأن الأمريكي يعني بالمواطنة الأمريكية بشكل أساسي. الأقليات معظمها صوت لهيلاري، لكن الحقيقة أن بعض الأقليات أيضا صوتت لصالح دونالد ترامب. دونالد ترامب زلزال ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في العالم. ولهذا هذه الحلقة الاستثنائية يوم أجازتنا يوم الأربع، لكن النهاردة قررنا أن احنا نكون موجودين معاكم عشان نسمع التحليل، نعرف لماذا فاز دونالد ترامب، نعرف ماذا بعد بالنسبة لعلاقتنا بالولايات المتحدة، نعرف من هم الرابحون ومن هم الخاسرون في هذا الفصل الجديد من العلاقات الأمريكية. خلونا نبدأ بمصر، ومصر هي اللي تهمنا في هذا الأمر. والرئيس السيسي كان أول المهنئين للرئيس الجديد، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان أول تليفون واتصال هاتفي دولي يأتيه من الخارج، من رئيس دولة بالخارج، كان من الرئيس السيسي. العلاقة بين الرئيس السيسي وبين دونالد ترامب هي علاقة أفضل كثيرا مما هي مع الرئيس أوباما، وبالتأكيد أفضل كثيرا مما كانت ستكون عليه مع هيلاري كلينتون، لأن هيلاري تنتمي لنفس تيار أوباما من الحزب الديمقراطي ونفس الأفكار، يعني نفس التفكير في القضايا المختلفة. دونالد ترامب ورئيس السيسي الحقيقة واضح أن كان في بينهم كيمستري في العلاقة بشكل جيد. نحن نتوقع أن يشهد العام المقبل زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، وقد نرى زيارة لدونالد ترامب في القاهرة بعد ذلك. إذن مرة أخرى نحن نتوقع أن يكون مع وصول ترامب للرئاسة وإلى البيت الأبيض زيارة للرئيس السيسي. عارفين أن الرئيس السيسي لم يدخل البيت الأبيض ولم يذهب إلى الولايات المتحدة، إلى نيويورك، ذهب إلى نيويورك وده كان اجتماعات الأمم المتحدة، لكن نتوقع مع الرئاسة الجديدة أن يتم دعوة الرئيس السيسي إلى واشنطن، إلى البيت الأبيض. وأيضا نتوقع زيارة من دونالد ترامب، وهو نفسه كان قد قال ذلك في أحد الحوارات، أنني أتمنى زيارة مصر، وده كان بعد لقائه بالرئيس السيسي في نيويورك وإحنا كنا موجودين مرافقين للرئيس السيسي. بالتأكيد نحن نشهد فصل جديد في العلاقات المصرية الأمريكية بعد يناير المقبل، ولكن هذا الفصل بالتأكيد يحتاج إلى مجهود من الطرفين. القصة مش بس أنه العلاقة مع الجمهوريين قد تكون أفضل بعض الشيء، أو العلاقة بين السيسي وترامب قد تكون أفضل، ولكن هذا يحتاج إلى الدعم من الجانبين، إلى مجهود من الجانب المصري لشرح القضايا المصرية ولشرح الواقع المصري ولشرح المواقف المصرية أيضا. ولكن نتوقع أن نشهد فصل جديد في العلاقة بين مصر وبين الولايات المتحدة. أما على جانب الشرق الأوسط فالفائزون واضحون. إسرائيل فائز مهم جدا في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، مصر والأردن من الفائزين لوصول ترامب للبيت الأبيض. أما الخاسرين بقى كتار جدا، كل من ينتمي للتيارات المتطرفة هو خاسر. داعش سترى مواجهة عنيفة وحاسمة، ونتوقع أنها ترى مواجهة عنيفة وحاسمة.
دول الخليج وفي مقدمتها قطر لن تكون أبدا سعيدة وليست سعيدة على الإطلاق بوصول ترامب إلى سدة الحكم. هي كانت بالذات قطر ودول الخليج كانت تدعم بشدة وصول هيلاري كلينتون إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. الآن نحن سنرى فصلا جديدا في العلاقات الخليجية الأمريكية أيضا. هل ستكون علاقات جيدة؟ نتوقع أن العلاقات مع الإمارات ستكون جيدة، لكن مع باقي الدول قد نرى تأرجحا في هذه العلاقات. أما إيران فهي قلقة أيضا من وصول ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، لأنه كان من تصريحاته أنه يريد أن يراجع الاتفاق النووي مع إيران بين أمريكا وبين الغرب وإيران. تركيا رحبت بوصول ترامب إلى البيت الأبيض. تفاصيل كتيرة جدا النهاردة، عندنا مائدة نقاش هيكون فيها زملائنا وأصدقائنا الأستاذ أكرم ألفي خبير نظم الانتخابات، دكتور زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا الدكتورة ماجدة شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. هيكون معنا فقرة أخرى نتكلم فيها مع الدكتور محمد حبيب المفكر الإسلامي في حوار خاص حول وصول ترامب المعادي للتطرف الإسلامي، كلامه عن المسلمين كان متناقض بشكل كبير، ماذا يعني وصول ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة بالنسبة للمسلمين؟ هل هو معادي فقط للتيارات المتطرفة أم أنه معادي للإسلام ككل؟ ونتكلم على مواجهة الفكر التكفيري في مصر وفي المنطقة. إذن زلزال يهز العالم ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في العالم كله، مصر، المنطقة العربية، وأيضا أوروبا، والظهور طبعا كبير وصعود لليمين المتطرف. خلونا أولا نشوف من كان السبب في وصول ترامب. لو بصينا للخريطة هنعرف أنه كل الولايات المتأرجحة اللي كنا بنتكلم عليها امبارح، يعني فلوريدا كانت البداية، يعني احنا انا شخصيا نمت الساعة 4 مع ظهور اول معلومات عن فلوريدا. فلوريدا كانت البداية، يعني فلوريدا دلوقتي فلوريدا اللي قدر ترامب فيها بعد تأرجح شديد، يعني ترامب ثم هيلاري، هيلاري ثم ترامب، لكن 49% حسمت لترامب فلوريدا، وقدر ان هو ياخد ال 29 صوت انتخابي من فلوريدا. ايضا اوهايو كانت ولاية مهمة جدا، صحيح فيها 6 أصوات فقط، ولكن لا عفوا 18 صوت، ولكن قدر ترامب ان هو يحسمها ب 52% مقابل 43%. اوهايو برضو كانت من العوامل الحاسمة لترامب، 18 صوت انتخابي. طبعا كانت الحاسمة، نيجي بقى لأيوا. أيوا أيضا كانت البداية، أيوا كانت مهمة أيضا بالنسبة لترامب، صحيح هي 6 أصوات فقط، ولكن كل الولايات المتأرجحة دي هي اللي حسمت القصة كلها بالنسبة لترامب، حصل فيها على 6 أصوات انتخابية، وكان يعني حقق فيها 51%. الحاسم بالنسبة لترامب كان بنسلفانيا. بنسلفانيا كانت الولاية الحاسمة بالنسبة لدونالد ترامب، دي كانت 20 قاسمة بقى، يعني ترامب دي كانت النهاية بالنسبة له، 20 صوت انتخابي في المجمع الانتخابي، وبالتالي حصل على كل الأصوات لما حصل على 48.8%. الغريب بقى انه حتى هذه اللحظه احنا ما نعرفش طبعا ترامب حصل على كام صوت انتخابي حتى هذه اللحظه، هو عدى ال 270 اللي هو الرقم الذهبي للاصوات الانتخابيه في المجمع الانتخابي، دلوقتي بيقولوا وصلوا ل 278، لكن لسه الولايات بيتم حصرها. لكن حتى هذه اللحظه هيلاري كلينتون فائزه في الاصوات الشعبيه، هيلاري كلينتون معاها التصويت الاعلى شعبيا، لكن ترامب، وكنا شرحنا الموضوع ده بالامس وهنشرحه تاني مع اكرم الفي، لكن ترامب معاه التصويت الاغلى او الاعلى في المجمع الانتخابي. إذن الولايات المتارجحه حسمت التصويت لصالح دونالد ترامب. كل المؤسسات في امريكا بتراجع نفسها، الاعلام بيراجع نفسه، الثينك تانكس بتراجع نفسها،
البولز اللي هي استطلاعات الرأي اللي كانت بتؤكد وصول هيلاري كلينتون باكتساح بتراجع نفسها. في حاجة غلط، في حاجة عملوها غلط. فهذه المراجعة هي مراجعة مهمة جدا، خرج الإعلام كله على الشاشات في العالم كله وفي أمريكا يعتذر ويقول نحن أخطأنا، وهنوريكم كيف تناول الإعلام هذه المعركة الانتخابية وحالة الحزن والفزع اللي كانت على السي ان ان وماس ان بي سي وان بي سي وسي بي اس، كان عندهم حالة فزع. المحتفلين الوحيدين كانوا فوكس نيوز. إذن ترامب، دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ يعني حاجات كتيرة جدا، لكن خلونا أولا نشوف من هو الساكن الجديد للبيت الأبيض. So let me say, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. على الرغم من استطلاعات الرأي المتعددة التي توقعت فوز هيلاري كلينتون برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن دونالد ترامب تمكن من حسم النتيجة لصالحه. أنا تلقيت لتو اتصالا من الوزيرة كلينتون، هنأتنا جميعا نحن عن فوزنا، وهنأتها وهنأت أسرتها على الحملة المواظبة جدا. هذا الرجل الثري ولد في 14 من يونيو عام 1946 بضاحية كوينز بنيويورك، وتخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1968 بحصوله على البكالوريوس في علوم الاقتصاد، وفي نفس العام انضم للعمل مع والده ضمن مؤسسة ترامب العقارية إلى أن أصبح المدير التنفيذي لها، حيث استطاع تكوين امبراطورية اقتصادية تجاوزت مئات الملايين من الدولارات بين عقدي السبعينيات والثمانينيات. لم يسبق أن مارس عملا سياسيا مباشرا، لكنه قدم تبرعات لحملات انتخابية رئاسية لمرشحين من الحزب الجمهوري والديمقراطي، حيث كان ترامب ديمقراطيا حتى عام 1987 قبل أن ينضم للحزب الجمهوري حتى عام 1999، ثم عاد مرة أخرى إلى الحزب الديمقراطي عام 2001 وحتى عام 2008 قبل أن ينضم مجددا إلى الحزب الجمهوري عام 2009 حتى عام 2011. وفي عام 2012 عاد ترامب إلى الحزب الجمهوري مرة أخرى، وفي يوليو الماضي أصبح المرشح الرسمي للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وانتهج خلال حملاته الانتخابية أسلوبا عنيفا في تحفيز مشاعر الأمريكيين تجاه المسلمين والقضايا الحساسة والعنصرية، وكذلك القضايا المتعلقة بالشأن المالي للمواطن الأمريكي. دونالد جي ترامب is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. وبعد صراع انتخابي على الرئاسة مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، نجح دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض ليصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. هشام الرباط، هنا العاصمة. نعمل معا وسنعمل معا وسنعيد بناء أمتنا ونحقق الحلم الأمريكي. طبعا يعني قبل ما نبتدي نتكلم عن ما حدث ونحلل ما حدث، لغة ترامب، أي حد سمع دونالد ترامب امبارح في خطاب الفوز كانت لغته مختلفة تماما عما يعني قدمه في قبل ذلك في كل خطبه الموجهة للناخبين. احنا كنا سامعين حد بيتكلم بصوت مختلف، تون الصوت كان مختلف، تحدث عن انه رئيسا لكل الامريكيين، تحدث عن انه يريد ان يجمع امريكا كلها ولا يفرق بينها، تحدث عن حيا هيلاري كلينتون بشكل جيد. احنا
كما كانت التوقعات. دونالد ترامب ما قبل الوصول للبيت الأبيض غير دونالد ترامب ما بعد الوصول للبيت الأبيض. خلونا أولا نشوف مقطع من كلمة الرئيس باراك أوباما منذ قليل، منذ أقل من ساعة، حيث يعني رحب بوصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم، إلى البيت الأبيض. والحقيقة أنه أوباما مسؤول مسؤولية كاملة بالثمان سنوات التي سكن فيها البيت الأبيض عن خروج الحزب الديمقراطي، ليس فقط من البيت الأبيض ولكن من البيت الأبيض ومن الكونغرس كله بشقيه. الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ مسيطر عليه الآن في هذه الانتخابات. كان في انتخابات طبعا، مجلس نواب ومجلس شيوخ، فاحنا يعني اكتساح للجمهوريين. يعني هنا لأول مرة منذ سنوات طويلة يكون الرئيس من حزب ومجلس النواب بشقيه من نفس الحزب، فاحنا بنتكلم انه حياته تكون افضل كثيرا من انه يكون عنده الأغلبية من الحزب المضاد. أوباما مسؤول ويعرف كذلك انه مسؤول مسؤولية كاملة عن خروج الديمقراطيين خارج اي منصب سياسي في الولايات المتحدة على الأقل لأربع سنوات قادمة. أنا اجتمعت مع فريقي واتفقنا على أن نمرر السلطة بشكل سلس وأن يتم ذلك الانتقال بشكل ناجح للرئيس المنتخب. نحن الآن يجب أن ندعم النجاح للولايات المتحدة. هذا الانتقال السياسي للسلطة هو أهم ملامح ديمقراطيتنا، وفي الشهرين المقبلين سنظهر هذا للعالم. نحن لسنا جمهوريون أولا أو ديمقراطيون أولا، نحن مواطنون أولا ونحن أمريكا أولا، نريد الأفضل لهذا البلد. هذا ما سمعته وأكدت عليه خلال حديثي مع السيد ترامب، ما سمعته منه باتصال الأمس، وهذا ما تحتاج إليه دولتنا، حس من الوحدة، حس من العمل الجماعي، واحترام للمؤسسات ونمط حياة وسيادة نظام القانون واحترام المتبادل لبعضنا البعض. آمل أنه أن يحافظ على هذا الأمر وأن نحافظ على هذا الأمر خلال مرحلة نقل السلطة. طبعا حزن شديد، يعني ملامح أوباما وهو بيعلن ترامب. أوباما كان ماشي مع هيلاري كلينتون، هو اللي كان بيعملها الكامبينينج، يعني في آخر جولة انتخابية هو اللي كان بيقدمها للناس وبيقول إن هذه رفيقتي، هذه هي اللي هتاخد مني المكان أو الرئاسة. الحقيقة إنه يعني راح عدد من الولايات المتأرجحة عدة مرات للتأكد أنها ستصوت لهيلاري كلينتون، لكن ملامح أوباما الحقيقة يبدو عليها الحزن الشديد جدا بعد خسارة الحزب الديمقراطي الذي يعرف القصة. مش خسارة هيلاري بس، القصة خسارة الحزب الديمقراطي لأي منصب سياسي في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات قادمة. أما هيلاري فقد غالبت دموعها وهي بتقف الحقيقة بشجاعة بالغة أمام أنصارها بتعلن خسارتها. وهل كان بيل كلينتون زعلان بجد؟ أظن أنه كان مبسوط. الليلة الماضية هنأت دونالد ترامب وعرضت عليه التعاون معه لمصلحة بلدنا. آمل أنه سيكون رئيسا ناجحا لجميع الأمريكيين. هذه ليست النتيجة التي كنا نرغب بها وعملنا من أجلها، وأنا آسف أننا لم نفز في هذه الانتخابات من أجل القيم التي نشترك بها والرؤية التي توجد لدينا لهذا البلد بلدنا، ولكنني أشعر بالفخر والامتنان لهذه الحملة الرائعة التي بنيناها معا. أدرك مدى الإحباط الذي تشعرون به لأنني أشعر بذلك أيضا، وكذلك عشرات الملايين من الأمريكيين الذين علقوا آمال كبيرة على هذا المجهود. رأينا أن أمتنا منقسمة على نفسها كثيرا، ولكنني لا زال أؤمن بأمريكا وسأظل كذلك، وإذا فعلتم ذلك يجب أن نقبل هذه النتيجة وننظر إلى المستقبل. فدونالد ترامب سيكون رئيس
يائسنا، ونحن يجب أن ننفتح عليه. وديمقراطينا الدستورية تتضمن نقل السلطة سلميا. هي انه يعني كل التعليقات بعد كلمه هيلاري كلينتون اللي كانت من ساعتين تقريبا انها كانت يعني بتغالب دموعها علشان تقدر انها تواصل هذا الخطاب، واحد من اصعب الخطب التي قدمتها هيلاري كلينتون، وزي ما احنا شايفين انصارها ومساعديها منهم اوما عابدين كانت موجوده ل يعني طبعا الحزن كان بادي عليهم بشكل كبير، لانها مش عشان هم خسروا ولكن لانها نتيجه غير متوقعه. الناس دي كانت محضره خطاب الرئاسة وكانوا حاسين ب يعني ثقة رهيبة انهم هيوصلوا للبيت الابيض. خلونا نتكلم بقى على التبعات ده على العلاقات المصرية الامريكية. وانا بس عايزة اقول تعليق واحدة صديقتي بتشتغل في ثينك تانك في الولايات المتحدة، طبعا كل ثينك تانكس كل منظمات البحث حزن شديد وبكاء الا طبعا التابعة للحزب الجمهوري او المؤيدة لاتجاهات الحزب الجمهوري، بس معظم ثينك تانكس بتبقى مؤيدة بشكل كبير للتيارات الديمقراطية. حزن بقى وعياط يعني في كل المكان، احنا بنشوف عياط وانهيارات. فصديقتي طبعا اللي تعرضت لنفس الموقف ده لما كان عندنا انتخابات مرسي وشفيق، وعندما جاء الإخوان إلى سدة الحكم في مصر، وأنا أذكر الموقف ده جيدا لأنه كان موقف صادم بالنسبة لنا، وخرجنا قلنا أن مصر قد قسمت وأن الإخوان قد قسموا مصر. والحقيقة أن التقسيم ده كان بدأ بعد ثورة 25 يناير لما ابتدوا يقولوا لنا فلول وإخوان وثورة وكذا، ابتدوا يشتغلوا في جزء التقسيم ده. نفس ردود الأفعال أنه خرج الشعب الأمريكي أو بعض الشعب الأمريكي اللي كان مؤيد لهيلاري كلينتون يبكي على بلده ويبكي على وطنه ويقول يا ترى هنصحى الصبح نلاقي أمريكا اللي نعرفها، نفس القيم نفس المبادئ نفس الانفتاح نفس الحريات. ده نفس الإحساس اللي كان عندنا، ده نفس الإحساس اللي كان موجود لدينا بعد وصول مرسي لسدة الحكم، لما كنا بنقول هو احنا هنصحى نلاقي مصر اللي نعرفها نفس الدولة نفس القيم نفس المبادئ نفس الثقافة نفس التاريخ، هو نفسه نفس الشيء. كانوا بيردوا علينا الأمريكان يقولوا لنا ايه او اي حد اجنبي، طب معلش ما تزعلوش 4 سنين وبشروب الصندوق. صديقتي اللي بتشتغل في احد منظمات البحث الأمريكية ردت على زملائها بنفس الرد، فلما شافتهم منهارين ومتضايقين واللي بيفكر يملى استمارة الهجرة لكندا واللي بيقول انه امريكا راحت وقيمها والمبادئ الامريكية والقيم والقواعد الامريكية راحت، قالت لهم ليه؟ هذه هي الديمقراطية، بعد 4 سنين ابقوا شيلوه بالصندوق. تدور الدوائر ونرجع نقول نفس الكلام اللي كنتوا بتقوله لنا. اما بقى لو ما عجبكوش الصندوق عندكم تايم سكوير او عندكم الماديسون سكوير او انزلوا قدام الكونجرس، عندكم طرق مختلفه جدا، احنا ممكن نعلمكم الدرس. لكن نفس الرد بنرده. والحقيقه ان صديقتي دي بحييها على الهوى اللي قالت لزملائها من الامريكان بعد 4 سنين ابقوا شيلوه بالصندوق او انزلوا التايم سكوير. رئيس السيسي زي ما قلت لكم اتصل بدونالد ترامب لتهنئته، وده كان اول اتصال دولي يعني يستقبله دونالد ترامب من رئيس دولة في العالم. هذه ليست اول مرة يحصل اتصال بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، حصل كانوا يعني استقبلوا الرئيس السيسي في مقر اقامته بنيويورك، وكان الرئيس السيسي زي ما كنا قلنا لكم الرئيس الوحيد في اجتماع الأمم المتحدة الذي طلب المرشحان الرئاسيان هيلاري كلينتون ودونالد ترامب لقاؤه. دونالد ترامب لما دخل قدامنا جميعا، وذكركم ان هيلاري كلينتون دخلت طبعا من الجراج عشان محدش يشوفها او حد مثلا يهاجمها من الصحافة المصرية اللي كانت موجودة. دونالد ترامب خرج بعد اللقاء تحدث عن عمق العلاقات مع رئيس السيسي، تحدث انه كان لقاء مهما جدا وان هو
أعجب بشخصية الرئيس السيسي، وخرج أيضا الرئيس السيسي ببيان من الرئاسة بيتحدث عن أنه يعني واضح أن حصل كيمستري بين الرجلين، وأن هو يعني التقى به وكان لقاء مثمرا بين الجانبين. خلونا نشوف جزء من مقطع من لقاء رئيس السيسي في حواره مع CNN، ماذا قال عن دونالد ترامب. والجملة اللي قالها الرئيس السيسي هنا كانت هيدلاينز كل الصحافة الأمريكية في اليوم التالي، وإحنا كنا في نيويورك وقتها. ونشوف أيضا لقاء لدونالد ترامب مع لو دوبز على فوكس نيوز، وقال إيه عن الرئيس السيسي. دونالد ترامب، كيف ترى دونالد ترامب؟ هل تعتقد أنه سيكون قائدا قويا؟ ما في شك. بالطبع أحد الأمور المهمة كأول رئيس دولة إسلامية يتقابل مع ترامب، وكما تعلم السيد ترامب يدعو إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ويدعو إلى عدم السماح للمسلمين من أي من الدول الإسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة بدون إجراءات طويلة من التحقق. هل تحدث معكم عن كيف سيتصرف تجاه المسلمين؟ الولايات المتحدة بصفة عامة بتعمل إجراءات أمنية صارمة جدا لكل من يريد أن يزورها، وده أمر موجود من سنين طويلة فاتت. ومهم كمان أن احنا نبقى عارفين أن دايما الحملة الانتخابية بيطلق فيها كثير من الصيحات المختلفة، لكن بعد كده إدارة الحكم بيبقى أمر مختلف، بيخضع لأمور أخرى كثيرة. هل كانت هناك فرصة لكي تخبره أن حظر المسلمين لن يكون له معنى؟ لم أتحدث في هذا الموضوع. It was a very good chemistry, good feeling between us. And I really enjoyed that meeting. It was the other day. And I learned a lot, and perhaps he learned something. But I'll tell you, he took control of the country. He's gotten the terrorists out and, you know, wiped them out. And we talked about that. He took a very tough approach, much different than our approach, I can tell you. And he really did pretty much wipe them out, and you have no choice. They don't have the problem now. They were having a tremendous problem, as you know, before, tremendous problem. So he's done a very good job, and we had a very respectful meeting. لترجمة بس جزء من حوار ترامب مع لو دوبز على فوكس نيوز، وتحدث عن لقائه بالرئيس السيسي في نيويورك، وقال انه يعني بالضبط اطلق عليه اللفظ ده، فانتاستيك جاي، رجل فانتاستيك، عظيم او هايل او مذهل، ما اعرفش بقى هنترجمها ازاي. وان هو استطاع ان يقضي على الارهاب في بلده، استطاع ان يقضي على التيارات الارهابيه في بلده، واخذ مصر في فتره صعبه، يعني تولى الحكم في مصر في فتره صعبه، لكن قدر ان هو يقف امام الارهاب. وان احنا انا تعلمت الكثير من هذا اللقاء، وربما هو ايضا تعلم بعض الشيء من لقائي معه، ولكن كان بيننا حوار مهم جدا ولقاء مهم جدا. ده كان كلام دونالد ترامب عن الرئيس السيسي وعن لقائه معه اللي كان في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. خلونا نسمع أيضا ما قاله ترامب عن بعض آرائه في المنطقة. كان منتقدا طبعا سياسة هيلاري كلينتون، وما قاله عن مصر وبعض آرائه حول منطقة الشرق الأوسط. Her bad instincts and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders, are what caused so many of the disasters unfolding today. Let's review the record. In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map. Libya was stable. Egypt was peaceful. Iraq was seeing and really a big, big reduction in violence. Iran was being choked by sanctions. Syria was somewhat under control. After 4 years of Hillary Clinton,
what do we have? ISIS has spread across the region and the entire world. Libya is in ruins, and our ambassador and his staff were left helpless to die at the hands of savage killers. Egypt was turned over to the radical Muslim Brotherhood, forcing the military to retake control. Iraq is in chaos. Iran is on the path to nuclear weapons. Syria is engulfed in a civil war, and a refugee crisis now threatens the West. After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost, the situation is worse than it has ever been before. This is the legacy of Hillary Clinton. We must have the best, absolutely the best gathering of intelligence anywhere in the world. The best. We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, in Libya, in Egypt, and in Syria. Instead, we must work with all of our allies who share our goal of destroying ISIS and stamping out Islamic terrorism, and doing it now, doing it quickly. We're going to win. We're going to win fast. دي كانت بعض آراء دونالد ترامب عن مصر وعن المنطقة وأخطاء هيلاري كلينتون. معي على الهاتف دكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وطبعا النائب في مجلس النواب. سيادة النائب، مساء الخير. يعني كانت يعني فوز دونالد ترامب ده زلزال بالنسبة للمنطقة. كيف ترى وصوله إلى البيت الأبيض بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية؟ هل هنشوف صفحة جديدة؟ هل هنشوف الرئيس السيسي في البيت الأبيض قريبا؟ يعني هو مؤكد أنه الظاهرة اللي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم بتوقيتنا هي ظاهرة جديدة ونادرة، أنه يجتمع الإعلام مع المشاهير مع قوى سياسية عديدة ضد شخص، ورغم ذلك يكسب هذا الأذهان. اثنين، ان الجمهوريين يحتفظوا بالأغلبية في مجلس النواب وبالأغلبية في مجلس الشيوخ، وأيضا يعاد انتخاب حكام الولايات منهم، وبالتالي ده انتصار واضح وغير مسبوق بالنسبة للحزب الجمهوري. بالنسبة للرؤية، يعني حينما نتحدث عن ترامب نقارنه بمن كان ينافسه وهي هيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون هي امتداد لسياسات أوباما، هذه السياسات التي أشار إليها بالفعل ترامب في الفيديو الذي تم عرضه قبل قليل، وهو أن ميراثها هو دم وإسلاء وتدمير دول، وربما يستثنى من بينها مصر لما قال ان الجيش اضطر للتدخل. احنا كنا عارفين لما كنا في نيويورك في سبتمبر الماضي اثناء اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، كان ترامب اكثر ودا ولطفا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين ان هيلاري كلينتون خرجت بعد اللقاء مع الرئيس وقالت ان انا تحدثت معه عن الديمقراطيه وحقوق الانسان واحترام الحريات وما الى ذلك، يعني وكانه بتدينا دروس بنفس الإدارة الأمريكية الحالية. وبالتالي أتصور أنه ما طرحه ترامب من رؤى هي رؤى تصب في صالح الدول، يعني دول زي مصر. أتصور أيضا سيكون إيجابيا في دولة زي سوريا، وأيضا بالتأكيد ليبيا، لكن بالتأكيد وقع الخبر في دول عربية أخرى مجاورة لينا لم يكن كذلك. يعني مثلا قطر لم تكن سعيده بهذا الاختيار. قطر ليست سعيده لانها كانت من الدول المموله لمؤسسه كلينتون وللحمله كلينتون بشكل رئيسي وجواري، وبالتالي هم يعني الخبر المنتشر دلوقتي
على مواقع التواصل الاجتماعي انه ترامب رفض يدي اي كلمه لمراسل الجزيره وقال له انتوا الان خارج الخدمه. في اشاره لارتباطاتها بقطر وبجماعه الاخوان. الرجل يتعهد بمحاربه الارهاب بشكل عام. في الحقيقه نجح الاعلام الامريكي الداعم لهيلاري كلينتون في تشويه صوره الرجل وفي اقتطاع كلمات من جمله واحاديثه دون ان يعني ذلك اننا نقول انه لم يخطئ، واخطا، لديه بعض الاخطاء، لكنه اقل سيئا وشرا على الاطلاق من هيلاري كلينتون. تتوقع انه ترامب ما قبل تصريحات ترامب ما قبل الرئاسه غير ترامب ما بعد الرئاسه، واحنا ابتدينا نشوف حتى تون صوته اتغير؟ لا، ما يعني لو اقدر اقول انه هيبقى ايه اللي فارق بعد الرئاسه بعد الفوز من قبل الفوز هو طريقه الكلام، طريقه التعبير. يعني هو الفيديو اللي حضرتك عرضتيه من شويه وهو بيتكلم عن ميراث هيلاري كلينتون من دم، ولو حضرتك شفتي كلمته لمؤيدي صباحا لما اعلن فوز او كلمه النصر بتاعته، قال ان انا شكرت هيلاري كلينتون وكان ليها دور في دعم بلدنا وكلم عنها كلام ايجابي. فمن الناحيه ديت هنبدا نلاقي رجل يتصرف يعني يتحدث كرجل دوله، لكن من حيث الافكار الجوهريه لا، لن يختلف كثيرا. يعني هو عداؤه للجماعات الارهابيه، موقفه من داعش وتدمير داعش وقطع الصلات بها، مساله ان الاخوان لن يدخلوا البيت الابيض ولن يصلوا مره اخرى داخل قاعات البيت الابيض كما كانوا يتباهون، دي مساله حاسمه ولن تتغير. ايضا حكايه التدخل وانه يبقى شرط العالم لن يحدث، انه هيبدا الاهم من دوت انه سيبدا في تقديري في الاتصال بالروس والبحث عن مخارج امنه وحلول سياسيه للصراعات اللي فجرتها اداره اوباما وهيلاري كلينتون وبالتحديد للصراع في سوريا، وربما ايضا يبحث عن حل قريب من الرؤيه المصريه للصراع في ليبيا. فالذي يتغير في ترامب قبل وبعد هو اللهجه وطريقه الاداء وطريقه التعبير عن الافكار وليس جوهر الافكار. فكره انه رجل براجماتي، يعني ده رجل يعني بيحسب الامور بالمصلحه، هل تتوقع انه العلاقه مع الرئيس السيسي، واضح ان هو الاثنين كان في بينهم كيمستري في العلاقه، كيمياء في العلاقه، فكره انه رجل براجماتي، هل ده هيكون يجعل العلاقه افضل؟ انه والله احنا مصلحتنا كذا يا عم وانت مصلحتك كذا، فيعني تتلاقى المصالح بدل من ان تتصادم. علاقات الدول يا استاذه لميس وانت تعلمين ذلك تماما تقوم على المصالح ولا تقوم على المشاعر. وبالتالي الكيمياء تلاقت من قبل ان يلتقي، بمعنى انه بالتاكيد الراجل متابع وعرف ايه اللي حصل في 30 يونيو وفي 3 يوليو وادارته عملت ايه واداره اوباما عملت ايه، وبالتاكيد اتخذ هذا الموقف وكان معجبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل ان يراه او يلتقي به، وبالتالي حتى اللقاء انعكس ذات اللقاء اللي التقى به في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في سبتمبر الماضي، لم يكن احد يجبر ترامب على ان يقول اشياء لا يؤمن بها تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو ابدى اعجابه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اكد على استعداده للتعاون والعمل المشترك، واعتقد ان ده اللي خلى ان اول اتصال يتلقاه ترامب عابر للحدود لتهنئته بس كان من رئيس الفتح السيسي، وهو اشار لده، والاعلام الامريكي بدا يتناول هذا الامر انه اول مكالمه جات له هل سيقف ترامب بجوار او ترامب بجوار وعده بان يحرك القانون الذي يعني يجعل الاخوان جماعه ارهابيه، او القانون اللي هم عايزين يدخلوه مجلس النواب بان تكون جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ اللي كان بيمنع دوت بالأساس كان أوباما وإدارة أوباما والخارجية الأمريكية وجهودهم واللي بذلوها وعلاقاتهم مع قطر وغيرها وتركيا وغيرها. النهارده اللي عمل الديبيت أو الجدل أثناء إدارة أوباما في الولاية الثانية إنه كان غالبية الكونجرس جمهورية، وبالتالي كان من هنا الاصطدام
الكونجرس يعطل بعض القرارات. حضرتك تتذكري ان الكونجرس ابطل الفيتو بتاع الرئيس الامريكي بخصوص جاستا يعني. لكن انت لما تيجي تتكلمي النهارده عن اداره ترامب، ترامب معه غالبيه الكونجرس، معه صحيح. غالبيه مجلس النواب وغالبيه مجلس الشيوخ، وبالتالي اذا كان الرجل وهو ما يعني اعتقد انه صحيح، اذا كان الرجل جادا في التعامل مع جماعات الاسلام السياسي بكل اطيافها وباعتبار جماعه الاخوان هي الجماعه الام لكل هذه الجماعات كما اشار هو سابقا في احدى كلماته، اتصور انه يمكن ان يصدر هذا القانون في اسرع وقت بمجرد ان يستلم، لانه هيستلم كرسيه في 20 يناير القادم. صحيح. هيبدا بعدين ياخذ 6 شهور. يعني جرت الاعراف في الولايات المتحده الامريكيه ان الاداره الجديده على بال ما بتراعي على الكراسي وتتشكل بالكاد تاخذ حوالي 6 شهور. فاتصور انه بعد 6 شهور من وجود ترامب في البيت الابيض اتصور ان هذا القانون سيمر، لانه لو اعده ترامب هيعده بالتنسيق مع الاغلبيه اللي بيتمتع بها حزبه في مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي يمر. واتصور انه سوف يفعل ذلك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اذا توقعات بصفحه جديده في العلاقات المصريه الامريكيه، لكن هذه العلاقات يجب ان تقوم على مجهود من الطرفين. مصر عليها انها تبذل مجهود في انها تشرح الوضع، تشرح القضيه. ترامب لما يوصل لسده الحكم الموضوع مش يعني في مؤسسات امريكيه هتكبله، ولكن ربما يكون المريح ان الكونجرس كله يعني الكونجرس مسيطر عليه من الجمهوريين، وبالتالي الابروبريشن كوميتي هيبقى مسيطر عليها، اللي هي لجنه المخصصات هيكون مسيطر عليها من الجمهوريين، ودي لجنه مهمه جدا، دي اللجنه اللي لها علاقه بالمعونه، المعونه سواء العسكريه او المعونه الاقتصاديه، ما بقاش في معونه اقتصاديه ولكن المعونه العسكريه وربطها بملفات حقوق الانسان. احنا هنا بنتكلم في تغير، هيكون في تغير في اتجاه لجنه المخصصات اذا ما سيطر عليها الجمهوريون. ايضا هنشوف علاقه افضل بالنسبه علاقات اقتصاديه بالتاكيد بشكل افضل، متوقعين انه في زياره تكون للرئيس السيسي للبيت الابيض، ومتوقعين ايضا زياره من ترامب الى القاهره. خلونا نسمع ما قاله لنا الدكتور وليد فارس مستشار حينها كان مستشار المرشح دونالد ترامب للشؤون الخارجيه وشؤون الشرق الاوسط، وكنا قد التقينا به في نيويورك على هامش لقاء الرئيس السيسي ودونالد ترامب. هنسمع ما قاله حول ادراج جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه بمشروع قانون يقدم للكونغرس. ما هو موقفه من جماعة الإخوان المسلمين؟ قالها بوضوح في خطاب في آذار مارس من هذا العام، وفي خطاب في أوغست آب الماضي، يعتبر أن الإخوان المسلمين هم منظمة متطرفة وإرهابية. الآن هو مرشح غير قادر أن يقوم بأكثر من ذلك، ولكن نحن نعلم أن هنالك مشروع قانون في مجلس النواب، وهؤلاء في مجلس النواب الذين قاموا بهذا المشروع من حلفاء وأنصاره. إذا عندما يصل إلى البيت الأبيض سوف يطلب هذا المشروع إلى البيت الأبيض، يتناقش مع مجلس النواب، وبتقديري أنا قد يوقع على هذا المشروع. يعني هذا المشروع بتجريم أو بوضع الجماعة هنا يقال بوضع هذا التنظيم على لائحة الإرهاب، وبالتالي يكون هنالك نتائج قانونية ومالية وسياسية وقضائية. تتوقع أنه قد إذا أصبح رئيسا يمكن أن يوقع على هذا المشروع؟ إذا أصبح رئيسا قد يوقع، المشكلة لن تكون بتوقيعه ولا بالمجلس النواب لكن بمجلس الشيوخ. إذا مجلس الشيوخ حافظ على أكثريته الحالية يمر هذا المشروع. إذا كان هنالك تعديل والمعارضة المؤيدة للسيدة كلينتون قد يكون لها موقع أكبر، يصعب عليه لأنه يحتاج إلى هذه الأكثرية، ولكن لن يمنعه من أن يقوم بخطوات قانونية تنفيذية أخرى. إذن ده كان موقف دكتور وليد فارس من التقدم بمشروع قانون لإدراج الجماعة جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. دونالد ترامب بالتأكيد صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية، مرة أخرى تتطلب مجهود من الطرفين، لكن بداية مختلفة بعد 8 سنوات عجاف في العلاقات المصرية الأمريكية، بدأت مع الرئيس السابق مبارك، دعم
الإخوان من 2005 استمرارا لدعم الإخوان برغم أن أوباما جاء هنا في تحت قبة جامعة القاهرة وألقى خطابه الشهير، ولكن هذا الخطاب كان داعما للإخوان قبل أن يكون داعما لمصر أو المنطقة، كان داعم للإخوان. بعد كده استمر الأمر بدعم أوباما وكل فريق العمل معه على الرغم من أن هيلاري كانت معترضة، دعمه ل 2011 وثورة 2011 ثم دعمه لحكم الإخوان ولترشح الإخوان سواء على مجلس الشعب أو للرئاسة في عهد مرسي، ثم وقوفهم ضد 30 يونيو واعتباره انقلاب. إذن الحقيقة أنه متوقعين أن احنا نرى صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية. فاصل، وبعد الفاصل حنواصل مراجعة أو متابعة تبعات هذا الزلزال. هنتكلم عن الاقتصاد، هنتكلم عن العالم بيفكر إزاي، نتكلم عن الشرق الأوسط وتفكيره في الشرق الأوسط، وأيضا هنقول لكم الميديا الأمريكية بعد ما نزلت عليها الصدمة. وجماعة ما تخافوش، 4 سنين وبوشلوه بالصندوق أو روحوا التايم سكوير. That we can work together and unify our great country. That hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. That we can work together and unify our great country. That hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، رئيس 45. كنا بنتكلم على العلاقات المصرية الأمريكية، جزء من هذه العلاقات هي علاقات اقتصادية، والحقيقة انه زلزال ترامب هز البورصات العالمية النهاردة. آراءه المعروفة حول التجارة، عنده آراء يعني محددة حول يعني قيود، رغبته في فرض قيود على حرية التجارة ورفع التعرفة الجمركية لحماية الصناعة الأمريكية. كان بيتكلم على إعادة التفاوض في كل الاتفاقات التجارية التي تتسم كما قال بعدم الحيادية. هو ليس مع العولمة، هو مع يعني توطين الوظائف الأمريكية، مع أنه ثرواتنا، مصانعنا، صناعتنا، تجارتنا كلها لا علاقة بأمريكا. وطبعا كل هذه التصريحات خلقت حالة من عدم التيقن في العالم كله. النهاردة البورصات فتحت على انخفاض في العالم كله بالذات في منطقة الخليج، لكن رجعت بعد ذلك قدرت انها تصعد مرة اخرى. ناس كتيرة كانت بتقارن بين هذا الحدث وبين البريكزيت، او بين خروج قرار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأنه تقريبا هو نفس الاتجاه، يعني هو نفس الاتجاه وهو التقوقع مرة أخرى داخل بلادهم. بريطانيا تريد أن تبقى داخل بريطانيا وتريد أن تقلل من المهاجرين. ترامب يريد أن يقلل من المهاجرين، يريد أن يبني سورا كبيرا يفصل بين حدود المكسيك وحدود الولايات المتحدة. لكن اقتصاديا ماذا يعني وصوله في العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الأمريكية؟ معي على الهاتف السيد عمر مهنا، رئيس مجلس العلاقات المصرية الأمريكية. سيد مهنا، بصراحة كنت تتوقع وصول ترامب ولا كنت تتمنى وصول هيلاري ولا إيه؟ لا الحقيقة ما كنتش أتمنى وصول هيلاري، لكن ما كنتش أتوقع وصول ترامب برضه. كان طبعا مفاجأة بالنسبة لنا جميعا. مفاجأة فعلا، ده صحيح. يعني كل التوقعات لحد امبارح بالليل كانت ان نسب هيلاري تتراوح بين 71% و85%.
ماذا يعني وصول ترامب بالنسبة لملف العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية؟ يعني نحن ابتدينا نشوف ملامح علاقة أفضل على المستوى السياسي بينه وبين الرئيس السيسي. هل وكلامه عن مصر، ترامب اتكلم عن مصر 3 مرات في خطابات متفرقة، وقال أنه حليفي الرئيسي في المنطقة بعد إسرائيل الرئيس السيسي وملك الأردن. ماذا تتوقع بقى على الشق الاقتصادي؟ انا اعتقد فعلا زي ما قلت هيكون في تحول في العلاقات السياسيه اساسي، وده هيكون له انعكاس مباشر على العلاقات الاقتصاديه. مصر ما تمثلش سوق يعني ضخم جدا ولا خطوره على الاقتصاد الامريكي، ما احناش الصين. وبالتالي اعتقد ان مصر بالذات النهارده واحنا بنرتب بيتنا الاقتصادي من الداخل وقمنا باجراءات اقتصاديه رائعة زي عملية التعويم، عملية الإصلاح الاقتصادي اللي بتتم، تحسين مناخ الاقتصادي. وإحنا شفنا من أسبوعين كان في 57 شركة أمريكية هنا في القاهرة بيتعرفوا على فرص الاستثمار وبيتلمسوا خطواتهم، وكانوا برضو متوقعين أن عملية الاتفاق مع الصندوق تتم، ودي غاية في الأهمية لأنها مش بس مجرد القرض بالصندوق لكن نوع من الصلاحية الاقتصادية أو الصلاحية للاقتصاد المصري، شهادة صلاحية للاقتصاد المصري، تمويل لعدد كبير الماليه العالميه وخلافه. فاعتقد ان دي هتفتح مجال بالنسبه لنا. ما تنسيش ان مصر برضو نافذه للمنطقه ونافذه لقاره افريقيا، ودي منطقه واعده في المستقبل. فالشركات الامريكيه في نهايه المطاف بتشوف مصالحها فين، واعتقد احنا جزء من مصالح الشركات الامريكيه. فانا متفائل ان هيكون في بالقطع زياده في النشاط الاقتصادي وفي التبادل التجاري بين مصر وامريكا، وزياده في الاستثمارات. المعونه العسكريه كان دايما ملف حساس برغم العلاقات الجيده جدا بين الجيش المصري والبنتاغون، لكن في النهايه الكونجرس والاداره الامريكيه كان لهم برضو بعض التحكم السياسي. الان لجنه المخصصات يعني هل هيفضل عليها برئيس ديمقراطي او يراسها ديمقراطي، ولا ممكن مع هذا التغيير في شكل الكونجرس يصبح هناك سناتر جمهوري يرأس هذه اللجنة ونبتدي نشوف برضو تحسن في هذه القضية وما يبقاش لها يعني ارتباطات وشروط لها علاقة بحقوق الإنسان وما خلافه؟ لا، أنا أعتقد المعونة العسكرية حتى في ظل إدارة أوباما، وهي ما لم تكن إدارة يعني حليفة قوي لمصر، برغم من كده دور مصر الإقليمي كان بيفرض نفسه وما حدش تطرق ابدا للمعونه العسكريه، يعني لم يمسوها باي صوره من الصور ولا حتى الحديث عنها، وهي ثابته لمده 10 سنوات، يعني هي تظل قائمه وهناك موافقه بتضمنها لثمان سنوات قادمه. فما اعتقدش ان ده هيكون موضوع مثار. فعلا في احتمال ان يكون لجنه المخصصات او لجنه الاعتمادات زي ما بيسموها، الاعتمادات عفوا، يرأسها فعلا جمهوري. واعتقد ان انت تطرقت قبل كده للموضوع ان سيطره الجمهوريين على الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ مع وجود رئيس جمهوري في البيت الابيض، دي هتسهل جدا طبعا القرارات، واعتقد هيكون في توجه احسن كتير. يعني بشكرك سيد عمر مهنا رئيس مجلس العلاقات المصرية الأمريكية. خلونا نذهب إلى شيكاغو، زميلنا حسام حداد في شيكاغو. يا حسام قول لي الأجواء بقى، ده أنت واقف قدام، أنت واقف فين؟ في ترامب تاور في شيكاغو كمان ولا إيه؟ قول لي أنت فين وقول لي المود بقى قدام الترامب تاور يا حسام. طيب يعني زي ما قلنا لحضرتك امبارح وأول امبارح، المدينة هنا شيكاغو إز بلو، إلينوي كلها كانت أصواتها يعني بنسبة كبيرة جدا وصلت لل 80-90%، الأصوات راحت لهيلاري كلينتون. الشباب اللي موجودين في الشوارع امبارح طول الليلة كانوا في غاية التعاسة، الناس كانت زعلانة جدا، حزينة جدا، كل الناس نيرفس وستريسد ومتضايقين جدا وقاعدين على أعصابهم لغاية إعلان النتيجة في الآخر. بعدها لما تم إعلان إن ترامب هو اللي كسب، الشباب ابتدوا يتكلموا ان هم ازاي اتضحك عليهم، وازاي ان الصحافه الامريكيه على حد وصفهم استغفلتهم، وان هم مش هيصدقوا بعد كده استطلاعات الاراء والبولز. ناس منهم راحت لافكار بعيده جدا ان ممكن يكون تم التزوير وان هو ليه علاقه بالاف بي اي عشان كده كان قادر يفتح التحقيقات على الخاصه بالايميلز الخاصه بهيلاري كلينتون.
يعني اقدر اقول ان نسبه اليوث والافريكان امريكانز الشباب والامريكيين من ذوي الاصول الافريقيه شافوا ليله طويله جدا جدا. شفت كتير في الشوارع ناس بتعيط، ناس مكتئبه جدا، مفيش اي مظاهر احتفاليه في المدينه النهارده، الناس يوم عمل عادي، حتى لسه اللانش بريك ما جاش، المفروض انه يبتدي دلوقتي، مش شايف في ناس كتيره في الشارع. طبعا زي ما حضرتك قلتي احنا قدام الترامب تاور، الترامب تاور من اطول المباني اللي موجوده في مدينه شيكاغو، يعني علم من الاعلام الرئيسيه الناس بتيجي تزورها. ما شفناش اي تجمع لاي من الانصار حواليه، طبعا الناس موجوده جنب الهيد كوارترز بتاع ترامب في نيويورك، بس هنا في شيكاغو الدنيا هاديه تماما. اللي اقدر اكده ان الينوي شيكاغو الناس متضايقه جدا ومش مبسوطه باللي حصل، بس يعني بيستدلوا بالكلمه اللي قالها باراك اوباما النهارده الصبح، ان الشمس الصبح بالنسبه لامريكا يعني من ساعتين تقريبا، ان الشمس هتطلع كل يوم، وان هم مش مصدقين قوي اذا كان هيقدر ترامب يحقق امانيهم، خايفين على التامين الصحي بتاع اوباما الناس المؤيده لهيلاري كلينتون. ما قابلتش النهارده حد من المؤيدين لترامب. في ناس وصل افكارها ان هيحصل امبيتشمنت او هيسالوه في الكونجرس وهيتم استجوابه زي ما حصل قبل كده ريتشارد نيكسون في السبعينات في ووتر جيت في 69، او حصل لبيل كلينتون في فضيحه مونيكا لوينسكي. دي كلها يعني الاحوال الخاصه بالشباب هناك. لكن يعني اذا كان الناس زعلانه فاكيد في شيكاغو، بس اعتقد في ولايات اخرى في سعاده غامره. انت من وجودك في هناك، مين اللي صوت لترامب؟ يعني مين الفوتر اللي راح يصوت لترامب واللي قدر ان هو يكسبه هذه الانتخابات على عكس كل التوقعات؟ يعني بدون ما نكون بنصنف الناس وبدون ما نبقى ريسس او عنصريين، بس الاكثر الافريكان امريكانز كلهم محسومين ل هيلاري كلينتون. الشباب كانوا بيأيدوا، اللي اتكلمت معاهم كلهم كانوا بيأيدوا بيرني ساندرز، وقالوا احنا هندي اصواتنا لهيلاري كلينتون عشان بيرني ساندرز قال ان احنا لازم ندي اصواتنا لكلينتون. الناس اللي قابلتها هتدي اصواتها لترامب كانوا من رجال الاعمال اللي موجودين في المدينه، الى جانب بعض المهاجرين، وده اللي لفت نظر. يعني انا اتكلمت مره من حوالي يومين مع مهاجر افغانستاني، هو وزوجته كانت واقفه جنبه بيتكلم ان مش هينفع ينتخب باي شكل من الاشكال سيده تكون على رئاسه امريكا، مش عايز ان في ست تكون هي رئيسه امريكا، لانه شايف ان الستات مش هيقدروا يركزوا في الرئاسه، ومراته كانت واقفه جنبه. فلما سالته عن المهاجرين قال انا موافق جدا ان هو يمنع المهاجرين، لانه المهاجرين بيبوظوا فرص العمل للامريكان، وهو شخصيا ما اتولدش في امريكا وكان مهاجر. بس الناس بتتكلم دلوقتي ان بالظبط الناس بتتكلم عن افكار تانية وصلت بدماغها، ان ترامب قدر يحصد الاصوات اللي كانت اون ذا فيرج من نص الناس اللي هم لسه اندسايسيف وهم داخلين مش محددين هيصوتوا لمين داخل مقر الانتخابيه. خصوصا في نقطه مهمه جدا كانت اثرتها الصحافه الامريكيه وفوكس نيوز تحديدا بخصوص كلينتون فاونديشن، الفلوس اللي راحت لهيلاري كلينتون اللي اعلنها دونالد ترامب والحمله بتاعته قبل يومين من الانتخابات، ان جالها بعض المساعدات على حد قول حمله ترامب وفوكس نيوز، ان جالها فلوس من المملكه العربيه السعوديه، من البحرين، من الكويت. وفوكس نيوز وصفت ان هيلاري كلينتون اللي بتدعو الى حقوق المراه بيتم مساعدتها على حد قولهم من دول ما بتحترمش حقوق المراه، فازاي انتم مصدقين انها فعلا هتساعد السيدات في امريكا؟ دي كانت بعض من الهجمات اللي هاجمها دونالد ترامب لهيلاري كلينتون. أنا بشكرك جدا حسام حداد، والحقيقة مجهود عظيم في شيكاغو، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر أيضا زميلتنا دينا سالم اللي كانت موجودة في نيويورك معنا في هذه التغطية، وكل زملائنا اللي كانوا موجودين. الحقيقة أنه هل هنشهد الفترة اللي جاية صراع بقى، يعني ترامب يقاضي هيلاري كلينتون، لأنه هو هددها كذا مرة أنه هو هيسجنها بخصوص الإيميلز والكلام عن ضرائب
ضرائبه وان هو لم يسدد الضرائب، هل هيحصلوا امبيتشمنت فعلا؟ يعني هل دي هتكون نهايه الصراع والتجريح الشخصي اللي كان بينهم، ولا سنبدا عصر جديد وصفحه جديده نشوف فيها كيف تكون رئاسه ترامب؟ خلونا نسمع برضو مقاطع من رايه في قضايا المنطقه وقضايا الشرق الاوسط، ونرجع نشوف ماذا سيحدث للقضيه الفلسطينيه. هو يريد، وقد أعلن قبل ذلك عدة مرات، أولا حليفه الأول في المنطقة هو إسرائيل، يريد أن ينقل السفارة من تل أبيب للقدس، هل سيفعل ترامب ذلك؟ مواقف حادة في معظمها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من قضايا الشرق الأوسط على وجه الخصوص، أبرزها موقفه المؤيد لحرب مصر على الإرهاب والرافض لجماعة الإخوان المحظورة، كما أعلنت حملته الانتخابية أن واشنطن ستكون صديقا مخلصا للقاهرة والرئيس عبد الفتاح السيسي حال وصوله للمقعد الرئاسي البيضاوي، معربا عن تمنياته في زيارة مصر. وعن ليبيا، فقد صرح لتلفزيون فوكس نيوز عن رغبته في التدخل في ليبيا للسيطرة على النفط الذي يقع تحت يد جماعات إرهابية مسلحة. وفي ظل الحرب المندلعة داخل الأراضي السورية، فإن ترامب لم يلقي بالا برحيل أو بقاء نظام الأسد، وإن كان قد ألمح في أكثر من مرة إلى أن بقاءه هو الأصلح للولايات المتحدة الأمريكية، كما أوضح أن القصف الروسي لتنظيم الدولة في سوريا هو أمر إيجابي على حد وصفه، معتبرا أن داعش هي المشكلة الأكبر لواشنطن في الشرق الأوسط. وحول موقفه من داعش، فقد تنوعت بين ترك نظام الأسد ليقاتله حتى تأتي واشنطن لتجني ما تبقى، وفي نفس الوقت أعرب عن عدم ممانعته لإرسال عشرات الآلاف من القوات الأمريكية لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا. We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, in Libya, in Egypt, and in Syria. Instead, we must work with all of our allies who share our goal of destroying ISIS and stamping out Islamic terrorism, and doing it now, doing it quickly. We're going to win. We're going to win fast. الوافد الجديد للبيت الأبيض رفض رفضا قاطعا مسألة استقبال اللاجئين في بلاده، سواء كانوا سوريين أو ليبيين أم غيرهم. أما القضية الفلسطينية، فقد تعهد ترامب أثناء حملته الانتخابية بأن تكون القدس هي عاصمة إسرائيل، مؤكدا أن بلاده وتل أبيب سيكون بينهما تحالفا قويا أثناء ولايته، مطالبا الفلسطينيين بالحد من الكره والعنف والاعتراف بيهودية إسرائيل على حد تعبيره. وعن إيران، فقد أعلن ترامب معارضته القوية للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى في يوليو عام 2015، حيث يراه أسوأ اتفاق جرى لأنه يسهل لها الحصول على سلاح نووي. طارق أحمد، هنا العاصمة. هل سيبقي ترامب على كل هذه المواقف المعلنة من قضايا الشرق الأوسط؟ الدكتور زياد عسلي، الكاتب والمحلل ورئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين من واشنطن. دكتور زياد، مكتئب ولا إيه؟ مساء الخير. أول شيء يعني دلوقتي يعني صحيت الصبح مكتئب، يعني سهرت مع الانتخابات. أقول لك مساء الخير. أول شيء مساء الخير. شوفي، أقول لك الاكتئاب او التفاؤل او الاخره، هذه نظرات عاطفيه. ايوه، لان حقيقه جديده، وهي حقيقه مهمه، ان هذا الرئيس الجديد في امريكا له نظره سياسيه عالميه تختلف تماما عن نظره الرئيس السابق. فهو يعارض تغيير الانظمه في اي مكان، ولا يهتم كثيرا بقضايا مثل حقوق الإنسان أو غيره وغيراته، وأنه يهتم بما يقوله أمريكا أولا. كل نظرة وكل مشروع يتطلع إليه يجب أن يمر من بوتقة المصلحة الأمريكية. هذا ما يعلنه، ما يقوله. مثلا عنده علاقات كثيرة بالشرق الأوسط، فيعيد نظرته إليها من خلال هذا، كما يراه هو، كما يعرفه هو مصلحة أمريكا. بالنسبة لمثلا مصر،
أعتقد أن مواقفه المعلنة واضحة، وأعتقد أنها ستكون جدية ويلتزم بها أن يبني علاقة قوية مع الرئيس السيسي، وأن لا يفرض على مصر أن تدخل من خلال التجربة التي أخضعها لها أوباما، وهي قضية حقوق الإنسان وما شبه ذلك. وهو أيضا سيحافظ على علاقته العسكرية الأمنية مع مصر كعمود أساسي من أعمدة أمريكا في الأمنية الأخرى في الشرق الأوسط. بالنسبة للقضايا المجاورة، طبعا علاقته مع إسرائيل ستكون مميزة، ونتنياهو سوف يحضر إلى هنا بناء على دعوة من ترامب في الأسابيع القادمة. بالنسبة للقضايا الأخرى في الجيرة عندكم، فأعتقد أن نظرته ستكون أمنية وتنسيقية مع حلفاء أمريكا. المتوقع دول الخليج يكون علاقتها بطيبة ولا تتفاوت؟ يعني تتفاوت، وقد تختلف من دولة إلى أخرى. علاقة أمريكا بالسعودية هي أيضا علاقة استراتيجية، وسيحافظ عليها الجميع من الطرفين على الأقل، السعودية بالذات. والسعودية تحت المظلة الأمنية الأمريكية وستظل كذلك. إنه غير معجب تماما بالمنتج الثقافي السعودي أو العربي الخليجي الذي عانت منه أمريكا في قضية سبتمبر 11، ولا تزال هذه القضية مهمة، وأعتقد أن على الطرفين أن يحاول تعديل هذه القضية. أنما الصداقة السعودية الأمريكية التقليدية القديمة التي ميزت الطرفين في العدة 6 عقود، أعتقد أنها وصلت إلى أزمة في أيام أوباما، وأعتقد أن هذه الأزمة ستستمر أيام ترامب. ماذا عن القضية الفلسطينية، وهي القضية الأم، أم القضايا زي ما بنقول؟ هل سينقل ترامب السفارة فعلا من تل أبيب للقدس، أم أنها كانت شعارات انتخابية في رأيك؟ احنا بنقول انه القضية الاولى، بس هو على المسرح الدولي وحتى على المسرح الشرق اوسطي قلت القيمة السياسية للقضية الفلسطينية، وهذا انعكس تماما على السياسة الامريكية، وسوف يكون احد الاعمدة لنظرية ترامب بالشرق الأوسط. سوف تكون علاقته مع إسرائيل أكثر أهمية من محاولته لحل قضية الدولتين، أو حتى دعمه لفظيا لقضية الدولتين. هذا شيء حتى مشكوك فيه، ولكنه قد يمارس بعض من التأثير على القضية الفلسطينية من خلال علاقته مع دول الجوار العربية مع إسرائيل. ومعاني بذلك أنه إذا استطاع أن يطور منظومة إقليمية أمنية وعسكرية وسياسية تحتوي عدة بلدان، فقد يكون الوضع القضية الفلسطينية جزء من هذا المنظور للمستقبل، وليس هناك أي إمكانية أن ينظر إلى استمرار عملية السلام أو ما يسمى بعملية السلام والحوار وإلى آخره. ماذا، ايه اكتر حاجه بتزعجك في وصول ترامب الى البيت الابيض؟ السياسه الخارجيه، هو اصلا مع كل ما ذكرته السياسه الخارجيه غير مبلوره كليا. ولكن من ناحيه داخليه اعتقد ان ما قد يسبب مشاكل في الداخل هنا في امريكا لعده شرائح من المجتمع هو انتقاداته الشديده للاجئين وللمسلمين وللاتين لاتين امريكانز ولكل المجموعات التي ليست هي الأغلبية التقليدية في امريكا. هذا شيء غير ايجابي، وقد طرح في اخر اسبوعين من حملته الانتخابية تعديل
دكتور زياد. طيب واضح ان الخط اتقطع مع الدكتور زياد عسلي الكاتب والمحلل ورئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين. إذن موقفه من القضايا العربية واضح، من القضية الفلسطينية هو مهتم بشراكته مع إسرائيل وبالتحالف مع إسرائيل، وأما موقفه من مصر فنتوقع أن نرى تحسنا في العلاقات المصرية الأمريكية. بالنسبة لإيران، إيران قلقة من إعادة نظره في الاتفاق النووي الإيراني. اليمين في كل أوروبا رحب بوصول ترامب، ماري لوبان يعني اليمينية المتطرفة في فرنسا، نايجل فراج أيضا اللي هو كان يعني أحد أهم مؤيدي البريكزيت أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كل التيارات اليمينية في هولندا، في النمسا، في بريطانيا، في ألمانيا، كل التيارات اليمينية رحبت بوصول ترامب، بينما كل التيارات اليسارية زي مثلا أو الآخرين اللي هم في سدة الحكم زي أولاند، باقي أنجلا ميركل، كلهم كانوا متحفظين جدا على هذا الأمر، بيتكلموا على أنه things will not be the same، الأمور لن تعود إلى سابق عهدها. إحنا بنتكلم في مرحلة جديدة جدا في العلاقات بين أمريكا وبين العالم. الميديا الأمريكية بقى، وده مهم جدا نتكلم فيه عشان بس كل الناس اللي عماله تقول لنا اصل انتوا غير محايدين، اصل انتوا بتقولوا رايكم، اصل الصحفي انا عايزين صحفي محايد. موضوع الحياد ده انتهى، موضوع الحياد ده قتل من زمن. اي حد متابع للميديا الغربيه يعرف ان الحياد قتل، الموضوعيه بنحاول ان نستقيها، ولكن الحياد قتل منذ زمن. الميديا الامريكيه كانت مقسمه، أغلب الميديا كان يدفع لهيلاري كلينتون بدعم قوي جدا، انتقادات عنيفة لدونالد ترامب، ما كانش بياخد مساحة حتى للحوارات على المحطات المختلفة ما عدا فوكس نيوز اللي هي مؤيدة للحزب الجمهوري اللي كانت بتستضيفه وكانت بتؤيد يعني بتؤيد توجهاته. لكن غير كده كل الميديا، CNN، NBC، MSNBC، CBS، ABC، كل الميديا، نيويورك تايمز وواشنطن بوست، أعلنوا بوضوح تأييدهم لهيلاري كلينتون. وكان في يعني انتقادات واضحة لأداء ترامب. لما نشوفوا الشهم بقى، لما حصلت اللي احنا سهرانين بقى طول الليل والشهم بقى انهيار، يعني كأنه نزل سقف الاستوديو عليهم، منهارين مش مصدقين نفسهم. كانوا داخلين الصبح أو داخلين بداية اليوم بتفاؤل شديد جدا، ابتدوا حتى لما كل ما بتظهر ولاية لترامب بيجيلهم فزع ويبتدوا يأخروا النتيجة حتى يتأكدوا بشكل لا يدعو للشك من هذه النتيجة. خلونا نشوف جزء من ريتشل مادو من فوكس نيوز وأيضا CNN، ايه ردود افعالهم لفوز ترامب. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. This is your life now. This is our election now. This is us. This is our country. It's real. People have talked about a miracle. I'm hearing about a nightmare. It's hard to be a parent tonight for a lot of us. You tell your kids, don't be a bully. You tell your kids, don't be a bigot. You tell your kids, do your homework and be prepared. And then you have this outcome, and you have people putting children to bed tonight, and they're afraid of breakfast. They're afraid of, how do I explain this to my children? I have Muslim friends who are texting me tonight saying, should I leave the country? I have families of immigrants that are terrified tonight. ده على التلفزيون الامريكي، فارجوكم ما تكلموناش على الحياد. احنا هنا بنتكلم على واحد طالع بيقول انه نحن نشعر بالفزع، احنا خايفين ان احنا عايزين نمشي، الاهالي هيقولوا ايه لاولادهم. وطلعت ريتشل مادو، وهي واحده من اهم الناس اللي انا حقيقه معجبه جدا بيها، ريتشل مادو طلعت قالت انه على فكره انتوا مش في كابوس، هذه الحقيقة وهذه بلدنا، وانتم مش بتحلموا او ما متوش وذهبتم الى الجحيم. يعني مفيش
حياد اكتر من كده، اظن ان مفيش حياد اكتر من كده. قبل ما نخرج فاصل وانا استقبل ضيوفنا الازياء بقى، مهم جدا ازياء السيدة الاولى. احنا كان عندنا واحدة يا ست كانت هتصل تبقى سيدة البيت الابيض الاولى، لكن ميلانيا ترامب اللي هتكسر الدنيا بقى، اللي كانت على يعني متصورة نيكد على غلاف البلاي بوي في يوم من الايام، ميلانيا ترامب سيدة البيت الابيض الاولى. الكلام كان كله في الميديا الامريكية بالامس انه الاتنين كانوا لابسين بدلة يعني زي ابيض او يعني من ازياء رالف لورين. هيلاري كلينتون في الديبيت الاخرانيه كانت لابسه بدله من رالف لورين، وميلانيا ترامب كانت لابسه جامب سوت يعني زي سالوبات كده كامل من رالف لورين في يوم التنصيب. هو كان كتفه كتف عادي يعني، في ناس كتيره قلقت ان هو قالك ايه ده غير رسمي، ولكن ميلانيا ترامب واضح انها يعني هتورينا ايام حلوه جدا وهنشوف حاجات كويسه جدا. وتذكروا طبعا كل الناس عماله تبعت لبعض صورها في اشكال واوضاع اخرى مختلفه. اذا دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده بدءا من يناير. ونخرج فاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونبتدي نحلل ونسال لماذا وصل ترامب الى سده الحكم، هي غلطت في ايه هيلاري كلينتون وهو فيما اصاب. That we can work together and unify our great country. That hopefully you will be so proud of your president. You will be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. We can work together and unify our great country. That hopefully you will be so proud of your president. You will be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. So let me say, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great, great relationships. No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. ده كان جزء من كلمة دونالد ترامب بالأمس أو فجر اليوم يعني عندما خرجت الأخبار بمؤكدة أنه فاز بالرئاسة، واتصلت به هيلاري كلينتون في تقليد متعارف عليه. كان المفروض أن هيلاري تطلع بالأمس تقول كلمة يعني التنازل أو يعني كلمة أنها خسرت وبتعلن خسارتها، لكن واضح أن الضغوط عليها كانت قوية جدا فخرجت النهاردة وزعنا لكم جزء من كلمتها. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، والحقيقه اتنين من ضيوفي امبارح واحد فيهم كان يعني عنده برضو تشكك كده وكان متوقع ان الولايات المتارجحه دي هتحسم، وقال جمله مهمه جدا، قال ان احنا هنسمع بكره جمله امريكا مقسمه.
يعني أمريكا ديفايدد. والحقيقة أن دي أهم جملة سمعناها في كل التغطية اللي كانت موجودة طوال الفجر. والضيفي الآخر مكتئب، فهنعرف دلوقتي أخبارهم إيه. اسمعوا لي، أرحب بضيوفي دكتورة ماجدة شاهين، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية، زميلنا أكرم ألفي خبير نظم الانتخابات، والدكتور زياد عاقل خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. طب هبتدي بيك يا دكتور زياد. مكتئب؟ بما أن أنا المكتئب. أنت المكتئب. انا مكتئب. ليه بقى؟ بصي، هو احنا كمصريين في الحقيقه مش هتفرق معانا قوي هيلاري كلينتون ولا دونالد لا ترامب. لا هتفرق. معقوله هتفرق في ان دونالد ترامب مسلي اكتر؟ انا موافق. لا غير مسلي. لا لا لا، العلاقات المصريه الامريكيه هتتحسن بشكل كبير. والله ما اعتقدش، بس هنشوف. طيب. يعني هنشوف. بس الفكره كلها انه اللي حصل ده يعني بيتعارض مع مجموعه القيم اللي العمليه السياسيه في امريكا قايمه عليها. يعني بيرجع امريكا مجموعه من الخطوات لورا كده، وفي نفس الوقت بيعبر عن انه في صعود لموجه محافظه، لموجه قايمه على نوستالجيا للخمسينات وللستينات، لموجه رافضه فكره التعدديه الثقافيه. وده مش في امريكا بس، ده في اوروبا كمان. وده جاي بعد يعني سنوات من سيطره يسار اوروبا على الحكم في دول كتير في غرب اوروبا، وفي نفس الوقت تيار ليبرالي جوه امريكا. يعني الدوره دي في حد ذاتها مقلقه جدا، لان هي بتشير الى انه في، يعني الحكايه مش حكايه انه ترامب كسب، لا، الحكايه حكايه انه في توجه سياسي متشدد الى حد ما فيما يتعلق يعني بقضايا الديمقراطيه او بقضايا الاقليات، هو النهارده اللي بيسيطر على النظام السياسي في الغرب بشكل عام، سواء كان في اوروبا. هل ده بيدعم مثلا ترشح ماري لو بان في الانتخابات القادمه؟ ماري لو بان، لا، ما اعتقدش انه يعني، ما اعتقدش ان ده بقى بعيد خلاص. يعني في غالب فرنسا السنه اللي جايه هنشوف فيها لو بان في الانتخابات فعلا. دكتوره ماجده، شفتي النتائج ازاي؟ اولا طبعا كانت مفاجاه، يعني على الرغم من اني طول الفتره وفي كتاباتي كنت دايما ما بستبعدش احتمالات فوز ترامب، وده فنجاح ترامب كان يعني في الافق كده البعيد محتمل، ولكن طبعا كلنا كنا منتظرين ان كلينتون تفوز بهذه الانتخابات. وشايف ان ترامب لا يعني هيكون مؤثر، وهيكون مؤثر في المنطقة، وهيكون مؤثر بالنسبة لمصر، سواء بالنسبة لمواقفه الحاسمة ضد الإرهاب وضد الإسلام السياسي، وطبعا بالنسبة لنجاحه في الولايات المتحدة. ترامب بيمثل زي ما هو سمى نفسه، بيمثل حركة جديدة، بيمثل حركة شعبية، موفمنت، حركة شعبية، وهو نجاحه أساسا لأنه جاي من خارج المؤسسة، جاي دخيل على السياسة، فالشعب تقبله على هذا الأساس، تقبله بكل الاختلالات اللي في شخصيته، بكل التناقضات الداخل اللي في شخصيته، ولكن تقبله لأنه شخص يعني أظهر أنه هو صريح، وأظهر أنه هو على سجيته، وأظهر أنه اللي عايز اللي في ذهنه هيقوله على لسانه. فده كله يتفق مع الشعب الأمريكي نفسه، لأن الشعب الأمريكي مش شعب محنك، شعب غير البريطاني أو غير الفرنسويين أو غير الألمان المثقفين، شعب برضو يعني واضح على سجيته. يعني ترامب طبعا في أكتر من مناسبة وهيجبنا الحديث ليها، الشعب استجاب ليه زي ما هو استجاب للشعب. يعني كان في علاقة ما بين ترامب والشعب الأمريكي غير موجودة في كلينتون. ربما كان ده كمان تصويت سلبي للمؤسسة السياسية الأمريكية، يعني هو لكل فكرة الاستابليشمنت، لفكرة المؤسسات السياسية يعني الحاكمة، هو ده كان تصويت سلبي. أكرم، كيف وصل ترامب؟ ازاي عمل المفاجأة دي؟ يعني احنا كنا ماشيين، كان في فلوريدا لسه وفلوريدا فضلت متأرجحة كتير، فضلت تطلع شوية هيلاري، تطلع ينزل، يعني ابتدينا نتأرجح مدة طويلة جدا. اشرح لنا كيف وصل ترامب لتحقيق النتيجة. وصل ترامب لأن الآباء قرروا
أنه لم حان الوقت لأن نأخذ القرار بأيدينا ولا نترك لأبنائنا الكلمة العليا لفترة أطول من هذا. هذا هو كلمة السر، الآباء والأمهات الكبار في السن، الكبار الآباء والأمهات وليس وأنا يعني دعنا نكون أكثر تحديدا الآباء والأمهات الذين لازال لديهم آباء أبناء في سن المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية أو في سن الجامعة قرروا أن يأخذوا القرار من الأبناء. أنا هنا يعني أقتبس جملة قالها باراك أوباما اليوم صباحا عندما قال يا شباب ليس دائما نفوز أحيانا نخسر، النتائج تفرز لنا مفاجآت، لازم نشرح إيه اللي حصل. طب بس مبدئيا انت بتقولي ان التصويت وكان معانا جراف دلوقتي بيقول ان فعلا التصويت يعني بالفئه لو خدناه بالفئات العمريه فالفئات العمريه الاكبر سنا اللي هي الاباء والامهات زي ما انت بتقول هي اللي برضو رجحت وكانت اكثر تصويتا لترامب. وهنا هاكد على فكره الامهات. الامهات صوتوا لترامب ما صوتوش لهيلاري. كان في كذا في كذا مفاجاه حصلت. اول مفاجاه تصويت السيدات. كلنا كنا بنتوقع وفقا للاستطلاعات الامريكيه ان بنسبه اكتر من 60% هتصوت لهيلاري كلينتون. اللي حصل انه ما حصلتش الا على 54% بس، وترامب خد 42%. هل النسبه دي قليله؟ لا مش قليله، لان ميت رومني المرشح اللي كان ضد باراك اوباما خد 44%، فالنسبه ما قلتش الا 2% بس. فالسيدات اعطوا جزء منهم كبير غير متوقع اعطوا لترامب برغم كل الكلام. وبعد كل الكلام انا هقول لبقى الحركه النسويه في مصر يعني حتى مؤشرات قد تكون مفاجئه لينا خلاص ليهم كمان، ان مين من السيدات النسبه الاعلى او اللي اتغيرت جدا في التصويت؟ هم الستات الغير متزوجات في الولايات المتحده الامريكيه. ادوا لميت رومني في 2012 31%، ادوا لدونالد ترامب بالظبط 38%. واضح ان السيدات غير المتزوجات ايضا. وادوا كام لهيلاري؟ وادوا 62 لهيلاري، بس دي نسبه اقل من اللي ادوها لباراك اوباما. احنا بنقارن مفيش رقم ثابت. واضح ان السيدات غير المتزوجات لم يتاثروا نهائي بالإشاعات اللي طلعت بالإشاعات والتحرش والكلام ده أو كلام بتاع ميلانيا ترامب. أهم من كده إن لا بس اتنين ادوا 62% لكلينتون بس دي نسبة هي الأقل من باراك أوباما في كل في الثمان سنين اللي فاتوا. والأهم بقى إنه السيدات المتزوجات 47% ترامب 49% هيلاري كلينتون، ودي كانت كلمة السر في فوز ترامب بالانتخابات. السيدات المتزوجات يعني برغم ان احنا بنتكلم على انه هذه سيده لاول مره تصل الى سده الحكم بالظبط فرق 2% بس. انا عايز اقول ان حمله ميت رومني ويعني الاعلام القليل اللي كان مع ميت رومني بما في فوكس نيوز كان متصور ان السيدات المتزوجات هيدوا لهيلاري 55%. تفسيرك ايه؟ تفسيري اللي احنا قلناه في الاول، الامهات والاباء راوا ان مستقبل امريكا مش هينفع طول ما الشباب الصغير بياخذ الكلمة ويرى أنه هذه دولة يجب أن يحضرها الجميع ويكون فيها الجميع وتتوافق و وأن مستقبلهم الاقتصادي أهم. طيب فعندك النساء هم شايفين أن رؤيتهم لمستقبل أبنائهم أكثر حكمة من رؤية أبنائهم للمستقبل. وده تحول عالمي. وأنا كنت بقول لدكتور زياد أنه كان في جملة شهيرة اتقالت حتى قبل الانتخابات دي، انه من 2008 وده جمله مش على امريكا، جمله على العالم كله وممكن نفكر فيها. من 2008 اعطى العالم الكلمه العليا في كيرف للشباب. استمر الكيرف ده لغايه 2012. ومن 2012 قرر الاباء ان الابناء لا يروا مستقبلهم. انا بقول جمله تحليليه وليس موقف سياسي. خلاص هرجع تاني لباقي بقى السيجمنتس اللي ادت ترامب، لكن
فيما أخطأت هيلاري، يعني definitely ما هو مش نجاحه هو فقط، ولكن أخطأها هي أخرى أيضا. يعني أنا بيتهيألي بس لما يجي أكرم يقول تاني، أنا أعتقد أن نسبة المشاركة يعني مفتاح من أحد أهم مفاتيح فوز دونالد ترامب وهزيمة هيلاري كلينتون. اعتماد هيلاري كلينتون على كتل تصويتية ما شاركتش أساسا، واعتماد دونالد ترامب على كتل تصويتية يمكن تكون أقل شوية بس موبيلايزد جدا، كلها خرجت إلى المشاركة وكلها حشدت في الحقيقة. الحاجة الثانية انه هيلاري لعبت كتير قوي بورقة الاقليات وبورقة موقف دونالد ترامب المعادي لفكرة التعددية الثقافية والتعددية الاثنية. يعني امبارح حتى يمكن كنا بنقول انه في بعض الولايات هتصطدم فكرة المصلحة الاقتصادية بمصلحة او بفكرة الهوية الاثنية. اعتقد انه يعني ده كان واضح جدا في ولايات الميدوست او الغرب الاوسط اللي هم ويسكونسن، بنسلفانيا، اوهايو، ميتشيغان، كل دول فيهم نسب عاليه من قطاعات من المفترض ان هي تصوت لهيلاري كلينتون، فيهم نسب عاليه من الافريكان امريكانز، من الامريكان اللي من اصل افريقي. ولكن في نفس الوقت برضو الولايات دي او الميدوست ده كله هو اللي بيعاني من سياسات الحزب الديمقراطي، هو اللي بيعاني من فكره اتفاقات التجاره الحره، هو اللي بيعاني من فكره انه ما بقاش في صناعه قويه أمريكية. هو اللي شايف ان دونالد ترامب بيوعده انه هيعلي الضرائب على الصناعه المكسيكيه، بانه هيمنع تجميع بعض البضائع في الصين. فاعتقد ان ده كان احد اهم الابعاد اللي هيلاري يعني عملت لها اوفر استيميشن او اديتها اكبر من قدرها في الانتخابات. فغزلت الاقليات بحد جاء على حساب المواطن الامريكي اللي هو الابيض زي ما بنقول، بالظبط، في حين انه ترامب غزل قطاع كبير جدا كان يمكن منعزل شويه عن الانتخابات اللي هو الوايت وركينج كلاس، الطبقه العامله من البيض، اللي هم يعني بالاضافه لكبار السن كانوا الفئتين الاكثر تاثيرا يعني في التصويت النهارده. طبعا بالاضافه لان هيلاري كلينتون في النهايه حد برضه ما هواش يعني بوبولار قوي كده، ما هواش حد محبوب قوي كده، يعني هي كانت يعني زي ما بيقولوا كده يعني lesser of two evils او يعني اقل شرا من دونالد ترامب، ولكن في النهايه ما كانتش يعني اختيار عظيم ولا حاجه. دكتوره ماجده، الكلام اللي بيقوله اكرم انه وده بيطرح تاني موضوع النساء، لانه دي كانت اول محاوله لسيده ان تصل الى البيت الابيض، وانها كانت هتكون اول سيده. كل المقالات النهارده بتتكلم انه هيلاري كلينتون اصطدمت بالجلاس سيلينج او اصطدمت بالسقف الزجاجي. هل هي فعلا اصطدمت بالسقف الزجاجي اللي ما بيخليش الست تعدي، ولا ان الستات فعلا هم اللي سقطوها؟ لا، اولا احب استكمالا لكلام زياد لو سمحتي لي اني اقول انه فعلا الكتل التصويتيه ان البيض تكتلوا، العرق الابيض كان مرعوب وكان فعلا بيشعر ان هذه الاقليات اصبحت تهدده، فان البيض تكتلوا يعني وهم اللي فعلا راحوا للتصويت وصوتوا زي من خوفهم، لان فعلا الماينوريتيز دي اللي هي زودت من وزنهم انهم فعلا فكان نجاح ترامب يعني ان امريكا البيضاء وتفوق العرق الابيض البروتستانتي ما زال هو السائد في امريكا. يعني وده رغم الحديث الى التحول الديموغرافي، الى التغييرات الديموغرافيه اللي هتحصل في امريكا، الى لكن ده يمكن في المستقبل البعيد. بالنسبه لتصويت النساء ففعلا يعني كانت ظاهره جديده، يعني ما كناش برضو ظاهره متوقعينها لترامب، لانه والنهارده في تلاقي لاول مره ومن فوتينج فور ترامب، ومن فور ترامب، دي اغرب حاجه كان فعلا. كنا متوقعين ان النساء هيصوتوا لهيلاري مش لترامب، واضح انها ما كانتش فعلا محبوبه. انا بيتهيالي ان دي بقى قراءه خاطئه لينا للمجتمع الامريكي. انا قصدي بس ان احنا مش بالضروره نبص للمراه على ان هي خيارها الاول هيكون ان انا اقف زي مع واحده ست زي يعني مش بالضروره نبص للقرار على ان هو يعني جندر بيس ديسيجن او قرار مبني على نوع الانسان. اعتقد انه في اهتمامات اخرى عند الست، يعني كونها تختلف عن كون واحده ست في النهايه، هي ايضا ام وعامله وعضو في المجتمع، مش بالضروره يبقى توجهاتها قايمه على نوعها. يعني بالنسبه لي نجاح ترامب اساسا للامن القومي، هو وعد بالامن والاستقرار،
وهي في سياستها بالنسبة لفتح المجال للهجرة، فتح المجال لم شمل العائلات المهاجرين، إلى جانب طبعا الاف بي آي وكومي في الآخر كل اللي حصل ده هز صورتها زيادة كمان، بالإضافة إلى أن طبعا أنها لا تتمتع بثقة الناخب الأمريكي منذ البداية. أكرم، غير الأباء، يعني أنت قلت أن الأباء والأمهات وبالذات الأمهات. طيب أنا يعني أستأذن دكتور زياد، المؤشرات اللي عندنا وعدين بنجمعها، الجميع يحب ترامب ما عدا اليهود. اليهود بيكرهوا ما عدا اليهود، الجميع يحب ترامب. ازاي ده في كلام ان الصوت اليهودي هو اللي لا لا لا. هو اللي نجح ترامب؟ الكلام واقعيا المسلمين الكاثوليك كانوا الاكثر كثافه. الكاثوليك كانوا 48 بيدوا ادوا الرومني، ادوا 52% لترامب، البروستانت ادوا 58، المسلمين والاديان الاخرى كانت بتدي 26 لاوباما وادت نفس ال 26 لترامب. الطائفة الدينية الوحيدة التي أعلنت كراهيتها المباشرة لترامب هي اليهود. غريبة أوي. إدت لميت رومني 30% وإدت لترامب 24% في واحدة من أقل نسب التصويت تاريخيا يعطيها اليهود في أمريكا لمرشح جمهوري. طب تفسيرك ده ليه؟ ده رجل أعلن أن حليفه الرئيسي هو إسرائيل. اليهود هم مركزهم هو الول ستريت. وهذا شخص ضد وول ستريت. هم مركزهم الإعلام. وهذا شخص ضد الإعلام. هو مركزهم المؤسسات الفيدرالية. وهذا شخص يرى أن هذه المؤسسات فاسدة. هم بالأساس يتعاملون مع النقابات. وهذا شخص يكره النقابات. النقابات الكبيرة. اليهود بالأساس خلاص يتمركزون في صناعة المال التي يكرهها ترامب. هم يتمركزوا في كل الأشياء التي يكرهها ترامب. هكذا أعلن اليهود، الطائفة الدينية الوحيدة التي أعلنت وفقا للأرقام أنها الأكثر، أنها تكره ترامب كثيرا. ده رقم واحد. رقم اثنين، المشاركة قادت إلى فوز ترامب. هذه جملة استخدمها الزملاء في CNN والواشنطن بوست، ولكن زيادة المشاركة يعني زيادة تراجع المشاركة للأقليات وخصوصا السود واللاتينيين هي التي دفعت إلى ترامب إلى الفوز. هذا ما حدث، لكن للأسف الأرقام قالت عكس هذا تماما. وللأسف CNN والواشنطن بوست اضطروا يتراجعوا. هم طول ماذا حدث؟ هذا هو الغريب. اللاتينيين كانوا صوتوا بنفس نسبة المشاركة بالضبط. السود قلت تقريبا 1% فقط. ولكن ما حدث ان اللي ادوا من السود ميت رومني في 2012 اصواتهم 6%، السود اللي ادوا اصواتهم لترامب 8%، اللاتينيين اللي ادوا لميت رومني اللي ما هاجمهمش في 2012 27%، ادوا ترامب 29%. الوحيدين اللي تراجعوا كان الاسيويين خلاص، بينما البيض، ودي كانت المفاجاه، توقعنا انه هذه النتيجه تعني ان البيض، وانا قلتها ان البيض ادوا لترامب فوق 60% وانهم تجاوزوا الرقم القياسي اللي عمله ميت رومني في 2012 ب 59%. المفاجاه البيض ادوا ترامب باقل 1% من ميت رومني ب 58%. ليه؟ هكذا بقى تحدثنا كثيرا، وتحدث الامريكان الاباء، يعني وصفها لي صديق في فلوريدا، قال لي لو اسره لاتينيه الاب والام ينتخبون ترامب ويرون ان مستقبل ابنائهم افضل مع هذا الشخص، بينما البنت والابن ينتخبون هيلاري كلينتون بحثا عن الحريه. الاباء حتى في اللاتين هم الذين قرروا خلاص. كانت مفاجاه غير ساره نهائي لنيويورك تايمز ان اللاتينيين نسبتهم في تأييد ترامب ارتفعت عن نسبة تأييد ميت رومني الذي كان يوجه خطابا ايجابيا جدا
تجاه الهسبانيك واللاتينيين. طيب من الواضح ان بدات تبقى في مسيرات في عدد من الولايات الامريكيه ضد ترامب، وطبعا هذه المسيرات يعني الصحافه بتهتم بيها بشكل كبير. خلينا نشوف الفيديو ده يا جماعه، فيديو بعض المسيرات اللي في كاليفورنيا وغيرها اللي بدات. دي مسيرات يعني عددها واضح انها مش كبيره خالص، ولكن بدات يعني ضد غضبا. لكن الشعب الامريكي معروف عنه ان هو بيقبل نتائج الانتخابات في جميع الاحوال. اقول جمله واحده عشان ااكد الفقره. لاول مره منذ رونالد ريجان الاباء اللي هم من 45 ل 64، احنا ما بنعتبرش اللي فوق 64 اباء، بنعتبرهم جدود. لاول مره منذ رونالد ريجان الاباء اللي في سن 45 ل 64 يدوا مرشح جمهوري بنسبه 53%. اعلى نسبه جابها ميت رومني وكانت 51%. خلي يعني هذا هو السؤال، والاباء يضمون كافه الطوائف وكافه الاديان باستثناء اليهود فقط. طب هرجع اسالك على الولايات تاني، بس دكتور زياد يعني وانت تنظر لهذه النتيجه يعني هل احنا هنا بنتكلم على اللي يجب انه داخل في امريكا في مراجعه شامله بقى، مراجعه للبولز، مراجعه للميديا، مراجعه للثينك تانكس، كل هذه المؤسسات اخطات، كل هذه المؤسسات قدمت للشعب الامريكي تصور مختلف، الاعلام ضاغط تماما لصالح هيلاري واللي رافض لكلينتون اللي رافض لترامب، كان بيروج لارقام الاستطلاعات اللي هي بتقول ان هيلاري مكتسحه، الثينك تانكس معظمها مؤيد للديمقراطيين، يعني بيمول من الديمقراطيين. احنا هل في هنا بقى في امريكا هتكون في مراجعه شامله لكل هذه المؤسسات اللي ضحكت على الناس او اللي هي طلعت غير ملائمه للواقع وغير مطابقه للواقع؟ ما بيتهيأليش. يعني انا اعتقد انه يعني زي ما كنا بنقول امبارح كده ان دي انتخابات استثنائيه، وبناء عليه المعايير الطبيعيه او التقليديه لقياس نتائج الانتخابات وتبعات الانتخابات اللي بنقيسها في كل الانتخابات اعتقد ان هي لا تنطبق على الانتخابات دي. بالنسبه بالذات لما يتعلق بكل التوقعات اللي جت من المؤسسات المختلفه داخل امريكا سواء كانت اعلام او ثينك تانكس، يعني أنا أعتقد إن ده كله ليه علاقة برؤية ليها دعوة بالمجتمع الأكاديمي الأمريكي اللي بيربط ربط وثيق بين السياسة وبين المؤسسة. وده في الحقيقة الجزء الرئيسي اللي خرجت عنه هذه الانتخابات، إنه في النهاية دونالد ترامب لا ينتمي للمؤسسة، بل بالعكس الراجل بينتقد أوبنلي، بينتقد بمنتهى الوضوح المؤسسة اللي هو بيترشح من خلالها اللي هي الحزب الجمهوري. وبقى نوع من أنواع يعني العودة لمفهوم الشعبوية في السياسة الأمريكية، البوبيوليزم اللي هو قائم في الحقيقه على الخوف من التعدديه العرقيه اللي هو كان موجود في امريكا في اواخر القرن ال 19 واوائل القرن ال 20، وكانت كو كلوكس كلان حاجه من الحاجات الشبيهه ليه. يعني انا بيتهيألي ان كل ده ما كانش من الابعاد اللي الجهات التحليليه المختلفه اللي في امريكا تعاملت معها. يعني كنا بنتعامل مع هذه الانتخابات خاصه من داخل امريكا بالشكل التقليدي ل توجهات الناخب الامريكي اللي هي لا تنطبق على هذه الانتخابات. بس الثقه بقى في يعني الميديا، طب وهي ملونه ومعروفه امام المواطن الامريكي، لكن الثقه في الثينك تانكس، الثقه في البولز، هذه الثقه انتهت تماما. يعني الناس طلعت امبارح على الهواء قالت وي وير رونج، احنا اخطانا، احنا عملنا اخطاء، ارتكبنا اخطاء، احنا تصورنا حاجات واخطانا. هنا بقى الثقه في كل الثينك تانكس دي وفي كل البولز دي، يعني هل الناخب الامريكي هيقدر يعتمد عليهم مره اخرى؟ المواطن الامريكي يثق فيهم؟ هيعتمد عليهم مره اخرى طبعا، ده هياثر على المصداقيه بتاعتهم واغلبهم هيبتدوا ينشروا الفتره القادمه، خصوصا الثينك تانكس وخصوصا مراكز الابحاث هيبتدوا ينشروا اوراق يفسروا فيها ايه المنهجيه اللي استخدموها وليه الارقام ما عبرتش عن كده وليه الاستطلاع ما اظهرش الارقام دي. ودي حاجه مراكز الابحاث بتعملها في كل حته في الدنيا، يعني في مصر هنا كان في مراكز ابحاث لغايه ليله الانتخابات بتقول مثلا ان عمرو موسى اللي هيكسب، وبعد الانتخابات ابتدينا نتكلم في انه ليه دول ناس عندهم باع طويل، يعني احنا جداد في الموضوع. لا بس حضرتك النسب الخلاف في البولز يعني 2% 5%، دي نسب برضو ممكن تتحسب كنسب خطا. وللعلم
ان كلينتون كسبت بالنسبه للتصويت الشعبي، فكسبت ب 200 الف صوت. فان في كون ان ترامب اكتسح يعني زي ما ورونا في التلفزيون الولايات الحمراء بقت كسب كل الولايات اللي اوباما كان اخذها منهم قبل كده، ده هو اللي خلاه ياخد في الاخر الهيئه الانتخابيه الالكترال فوتس. لكن شعب يعني من ناحيه البوبولار فوت كلينتون كسبت 200 الف صوت والتصويت كله 200 مليون صوت ب 200 الف. طب حضرتك التصويت كله بالنسبه لهم 47%، يعني سواء ترامب او كلينتون 47% بوينت 7 و 47% بوينت 5، يعني مش 50% حتى. وده يخليني ارجع للولايات، وامبارح احنا كنا بنتكلم وانت كنت بتقول انه الولايات المتارجحه، وقلت على فلوريدا وقلت على اوهايو وقلت على بنسلفانيا اللي حسمت الصراع. ماذا حسم الصراع بالنسبه لترامب؟ حسم الصراع بالمنطق الاكاديمي قوي قوي الهامش اللي حصل عليه ترامب في المناطق الصناعيه ومناطق السكن الابعد عن المراكز التجاريه في فلوريدا وفي بنسلفانيا. انا يعني مناطق الصناعيه عشان نقول اللي عايزين الصناعه اللي عايزين الصناعه وعايزين انا لو الخريطه موجوده فلوريدا هنعمل مثل واحد وبعدين اقول كلام عام عشان نعرف نفهمه في مصر. فلوريدا يا ريت الخريطه يا جماعه. في فلوريدا تقطنوا اغلبيه من اللاتين الاكثر فقرا الاكثر فقرا تحت خالص في جنوب فلوريدا. هناك ثلاث احياء يسكنها اغلبيه مطلقه 70% من اللاتين الافقر جدا. المارجن كان ما بين ميت رومني واوباما كان 75-25، ما بين يعني كان 75 اوباما و25 ميت رومني. في الانتخابات دي كان 65 هيلاري كلينتون 65-35 ميت رومني. فالهامش قال لترامب الهامش قال ليه؟ التحليل قال انه في الاحياء الجنوبيه دي كبار السنوات اللي عدت جعلت نسبه الاباء تزيد فيها، بينما لما نطلع لفوق خالص في فلوريدا في شمال فلوريدا تماما دي احياء من البيض ومناطق من البيض خلاص وغير مختلطه. كان الهامش ما بين ميت رومني وترامب كان 65-30 في المتوسط، اتقلب لصالح ترامب برضو 75-25، بينما وسط فلوريدا هي أحياء مختلطة أو مناطق مختلطة ما بين اللاتين والبيض، هذا كان 60-40 اتحولت 55-45. هنا الاتجاهات فضلت زي ما هي، لكن كبار السن من كتر ما قعدوا في الولايات المتحدة تجاوزوا 20 سنة في الإقامة في الولايات المتحدة غيروا المارجن الهامش في التصويت. فجنوب فلوريدا ظل يصوت ضد الحزب الجمهوري، لكن ظل يصوت بدل من نسبه يعني النسبه اتغيرت عشان بس هنا الناس دي تفاصيل كتيره قوي. ايه الولايات اللي حسمت الصراع بالنسبه لنا؟ الولايات اللي حسمت الصراع بالنسبه لنا اولا فلوريدا فكره الغضب من المهاجرين الجدد الذين لا يحملون الجنسيه وليس لهم حق التصويت. هيلاري حشدت ناس ما لهاش حق التصويت، ده رقم واحد، بينما ترامب لعب على ناس عندها حق التصويت في فلوريدا. تاني حاجة بنسلفانيا الاتفاقات التجارية ونقل المصانع، ويعني احنا بنتكلم على قلب الثورة الصناعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. الصناعة نشأت في هذه الولاية. هذه الولاية اتغيرت مع بيل كلينتون عندما قرر الانتعاش الاقتصادي مع أوباما، خد منهم فلوس لأوباما كير وعمل اتفاقيات تجارة فاتنقلت مصانع واغلقت مصانع لصالح الصين ولصالح كندا ولصالح يعني دول في امريكا اللاتينيه. فالاحياء يعني المناطق اللي احنا بنسميها احياء الطبقه العامله الكادحه في بنسلفانيا قررت ان تعاقب الديمقراطيين. فخرجت مش بس بكثافه، خرجت بمنطق انه احنا نحافظ على مستقبل اولادنا. نسبة البطالة وسط الشباب اللي صوتوا لصالح كلينتون عالية جدا. هنا بقى المفارقة، الوضع ان الناس ما بتروحش تصوت نتيجة وضعها الاقتصادي بس، انا شاب وعاطل لكن اصوت لهيلاري عشان انا بحب القيم الديمقراطية، لكن ابو هذا العاطل اللي كان بينتخب الديمقراطيين دايما
قرر يصوت للجمهوريين في بنسلفانيا. طيب هل سينفذ ترامب كل وعوده اللي هي اتخذها، يعني اللي هو اغلاق الحدود، الموضوع الكلام عن التجاره العالميه، مراجعه اتفاقيات التجاره، الكلام على مراجعه الاتفاق النووي مع ايران، هل بنتوقع انه هيراجع كل ده دكتور زياد؟ انا اعتقد انه ده مش هيحصل، وانه جزء نسبه كبيره جدا من الكلام اللي قاله ترامب خلال الحمله الانتخابيه مش هيتحقق خلال الفتره الرئاسيه بتاعته، وده لسبب يعني بسيط، لانه بعض الحاجات اللي قالها ترامب خلال الحمله في الحقيقه سلطته كرئيس لا تسمح له لوحده ان هو يتخذ قرار زي كده. الجمهوريين طبعا مسيطرين على السنت والهاوس قصه ثانيه طبعا. السنت خلاص 60% وما عندهمش الجمهوريين 60%. ايوه هم بس لازم 60% عشان يؤيد قرار الرئيس ده في السنت ولا في الهاوس؟ في الكونجرس في اوكي في 60% لو عايز يغير اوباما كير، لو عايز اولا بالنسبه لاتفاق ايران بي 5 بلس 1 ده اتفاق دولي مش هيقدر يغيره، اكتر ما اكتر لو عايز ينسحب ومش هينسحب بارادته لازم يقدم للكونجرس. التشيكس اند بالانسز في الولايات المتحده سواء داخل الاداره او في الكونجرس قوية جدا، يعني الرئيس طبعا احنا عارفين كويس جدا في امريكا لا ينفرد بالقرار. ففكرة انه اوباما يتخذ قرارات لوحده طبعا في منتهى الصعوبة. بالنسبة للتجارة دي نقطة مثيرة جدا، لان فعلا ده في موضوع تحرير التجارة وانه هو دلوقتي بيناصر العمال ده بيتجه الى الديمقراطيين، ده ضد الجمهوريين لان الجمهوريين هم اللي بيأيدوا تحرير التجاره والانفتاح وكده. ففكره فمن الصعب جدا انه يعيد التفاوض على اتفاقيات التجاره يؤثر، ولو اتخذ اي اجراء بفرض حمايه على التجاره ممكن الاتحاد الاوروبي الصين اي دوله ممكن انها تقدمه لجهاز فض المنازعات في منظمه التجاره العالميه، وبالتالي التحركات اللي هو كان بيتكلم عليها دي من الصعب عندما يكون رئيسا من الصعب النظام الامريكي لن يسمح له بذلك. وهو ما اعتقدش انه هيسعى ليه، يعني في فرق كبير ما بين الكلام اللي بيتقال في سياق حمله انتخابيه لحشد اصوات والكلام اللي بيتنفذ كسياسه جوه بقى حتى اوباما كير يعني. هياخد وقته في انه يعدلها، مش هيقدر يعدلها لان مهما كان محتاج ل 60% داخل الكونجرس علشان طيب. يعدل. انا معايا من نيويورك زميلنا عزت ابراهيم مدير تحرير الاهرام. عزت يعني ليله طويله ومفاجات، ايه المشاعر عندك في نيويورك؟ يعني نيويورك دي المدينه اللي خرجت فيها هيلاري تقول انها خلاص يعني خسرت، وخرج فيها ايضا في احد فنادقها ترامب يقول ان هو كسب. ايه المود عندك؟ المدينه استيقظت على حاله من الهدوء غير متوقعه طبعا. الناس كانت متخيله انه زي ما كانوا بيقولوا امبارح ان في هيبقى في ارماجادن ونهايه العالم وكده، لكن اللي حصل النهارده انه استقبال الامر والطريقه اللي خرج بيها هيلاري كلينتون و باراك اوباما لتهنئه الرئيس الجديد وفي نفس الوقت بدء عمليه تسليم السلطه، اعتقد انها امتصت كثير من الغضب اللي موجود. لكن بيقال ان هو طبعا في الاعلام ان في مظاهرات، في طلبه في جامعات رافضين حتى يدخلوا الفصول الدراسيه بتاعتهم في حاله، خصوصا الاجيال الصغيره الاصغر سنا في حاله من الصدمه، الصدمه العنيفه، لانه ما الاعلام كله كان مهيئ البلد ومهيئ العالم كله لاستقبال هيلاري كلينتون. وطبعا بعد الحمله السلبيه الكبيره اللي ضد ترامب اعتقد انه كان فوزه اشبه به معجزه. يعني هل الناس قامت على فكره او استيقظت على فكره ان امريكا مقسمه؟ وده الحقيقه طرحه اكرم الفي بالامس، لكن انا سمعته كتير في الميديا الامريكيه انه فكره تقسيم، ان هل هنقدر نكون شعب واحد مره اخرى، ولا يعني ترامب كان مشابها لفكره الاخوان بالنسبه لنا اللي هو تقسيم البلد والصراعات والخناقات اللي في اماكن العمل والخناقات اللي في الشارع؟ هل بنستيقظ يوم 9/11 اللي هو بيشبه 9/11 بتاع امريكا، واضح ان ده تاريخ بالنسبه لهم صعب جدا، هل تستيقظ امريكا مقسمه يوم 9/11؟
لا أعتقد أن مسألة التقسيم هي في مسألة مراجعة بتحصل في وسائل الإعلام الكبيرة هنا. النيويورك تايمز وأكثر من جريدة كتبوا عن مسألة أنه ما لم تستطع الميديا الأمريكية أن تقرأه من صعود ترامب ومن الأصوات التي حصدها. من الواضح أنه توجه بالفعل للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة والمهمشين والذين يصارعون من أجل الدخول في السنوات يمكن العشر الأخيرة. كل هذه محصلة أعتقد أنها أدت ملمح على أنه الميديا الأمريكية مسؤولية أساسية عن هذا الفشل في قراءة الواقع الأمريكي. أعتقد أنه في حالة من النقاش الصحية بدأت فور إعلان النتيجة، لأنه كان في صدمة عنيفة على الوسائل على الشبكات التلفزيونية الكبرى. هذه الشبكات رأت أنه لا يجب أن نستمر في هذا المنهج، توقف الهجوم على ترامب وبدأت عملية محاولة للقراءة، لكن هذا لا يمنع أن في صحف عنيفة جدا في رد فعلها. لو حضرتك شفت الجاردين البريطانية وشفت الاندبندنت وأكثر من جورنال، حقيقي يمكن أسوأ بكثير من حالة الإعلام الأمريكي. بشكرك عزة إبراهيم مدير تحرير جريدة الأهرام. أكرم، أنت اللي قلت مبارح أنه احنا هنصحى نلاقي يعني إذا فاز ترامب احنا ده بداية فكرة تقسيم الأمريكا، وبالفعل أنا سمعت الجملة دي كتير. أمريكا مقسمة اجتماعيا وفي كل أجواء. يعني أنا هيلاري كلينتون قالت الجملة صراحة، أرجو أن يعني يبدو أن أمريكا كانت مقسمة أكثر مما كنا وكنت أتوقع، هكذا قالت تحديدا في خطاب اليوم. يبدو أن الولايات المتحدة مقسمة أكثر مما اعتقدنا، هذا حقيقي، هذا حقيقي. والانقسام يعني جيلي بمعنى الأباء والأبناء، الانقسام الذي يتأكد من يوم انتخاب باراك أوباما في 2004 بين البيض والسود واللاتينيين، خلاص الانقسام الذي يتأكد يوما بعد آخر وعشان نبقى صرحة ما بين البروستانت والكاثوليك من ناحية واليهود وأصحاب الأديان الأخرى من ناحية تانية، هذا التقسيم المستمر في المجتمع الأمريكي لا يوجد تشابهات. يعني احنا لما بنقارن مع ميت رومني لنا اخر انتخابات، لكن لم يكن هذا الوضع التقسيمي موجود في انتخابات رونالد ريغان في 1984، لم يكن موجودا في انتخابات. لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ لانه اللي حصل يعني قضايا المهاجرين، فتح العولمة بزيادة العولمة وهو ضد العولمة، في حاجات تراكماتها اظن كتيرة. التحليل الامريكي، وانا هنا هتكلم في الرصد، انا مش هاخد موقف سياسي، انه الحزب الديمقراطي احد هذه الاسباب، لانه دفع نحو خطاب دفاعي جدا عن الاقليات فجعلها كبش فداء انتخابي دائما. ويبدو، انا بقول على ما يقوله الامريكان، يبدو ان الرهان مبكرا على وجود رئيس اسود، تحقيق الحلم مبكرا قد يكون في بعض الأحيان تأثيراته فيما بعد سلبية جدا. وليبدو أن يعني الحصول على الحلم مبكرا قد يبدو في بعض الأحيان وفي سياسيا أثاره فيما بعد سلبية جدا. بس الحقيقة أنه الحلم ما تحققش، هو وصل أوباما لسدة الحكم ولكن لم يحقق شيء بالنسبة للسود. يعني هو وصل كأيكون للحريات والسود وكلنا كنا سعداء، لكن النتيجة الثمان سنين ما كانوش لهم علاقة بالسود. وده في الغالب اللي كان هيحصل لو كانت هيلاري كسبت مع الستات بالنسبة للمرأة. أنا يعني أنا متفق مع أكرم جدا في حتة التقسيم دي. هي الفكرة أنه الصراع ما بين هيلاري وما بين ترامب بين قد ايه المجتمع الامريكي بولارايزد، بين قد ايه في استقطاب في المجتمع الامريكي على يعني مستويات مختلفه. اعتقد ان جزء منها طبعا العوامل اللي قالها اكرم كلها، جزء كمان منها مساله ان في صراع طبقي في الانتخابات دي ما بين طبقه غنيه بتؤيد سياسات يعني راس ماليه وطبقه اخرى يعني بتعاني من النظام الاقتصادي الامريكي. في نفس الوقت برضو اعتقد ان في تركيبه ريفيه حضاريه وبرضه ابتدى يبقى فيها استقطاب. يعني هنلاقي انه ولايات زي نيويورك وزي كاليفورنيا صوتت لهيلاري كلينتون، في حين ان احنا هنلاقي الولايات الاكثر فقرا ايداهو دلوير ساوث داكوتا كل دول صوتوا لترامب. ال
الفكرة كلها بس انه اعتقد ان الاثنين مرشحين سواء هيلاري كلينتون او دونالد ترامب كل واحد منهم جاي من طيار راديكالي داخل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. كل واحد منهم في الحقيقة بيعبر عن أسوأ ما في هذا الحزب. هذه النوعية هو أساسا يعني ترامب يعبر عن حزب الجمهوري؟ ترامب يعبر عن نفسه. ترامب أنا لا أظن أنه بيعبر عن أي حزب، هو بيعبر عن نفسه. بيعبر عن شريحة طفيفة في الحقيقة من الحزب الجمهوري، أو شريحة يعني ضئيلة جدا من الحزب الجمهوري، ولكن في النهاية هي فعلا أسوأ ما في الحزب الجمهوري، أكثرها راديكالية وأكثرها تشدد. نفس الفكرة في الحقيقة هيلاري جوه الحزب الديمقراطي، ويعني لما يكون في تنافس ما بين يعني عنصرين راديكاليين حجم الاستقطاب في النهاية هيكون مؤذي للدولة والمجتمع. يعني مين الرابح ومين الخاسر في فوز ترامب دوليا بقى؟ دوليا بس برضو عايز اقول نقطة على بالنسبة اولا مش لازم ننظر الى ان الانقسام دي حاجة حديثة. امريكا طول عمرها منقسمة، ومنذ ايام واشنطن الرئيس الاول للولايات المتحدة، وهو قال يعني حذر من انقسام الى الحزبين، وكان ضد سياسة الاحزاب في امريكا. كون انه امريكا رفضت هذا الانقسام، ولكن طول عمرها ما لينكولن جاء على البيض والسود، ما الاغنياء والفقراء، ولكن كانوا بيرفضوا هذا الانقسام، وحاولوا الحزبين انهم دايما ياخدوا القرارات الوسط. لكن زي ما بيقول بالظبط زياد ان كلينتون جنحت لبيرني ساندرز علشان تستقطب اصواته، وترامب بطبيعته علشان يستقطب البيض العنصر الابيض المتطرف كان لازم ان هو يذهب الى اقصى اليمين. فهما الاثنين عشان يستقطبوا الاصوات جديده غير الوسط كانت. بالنسبة لمين فاز في الانتخابات، مين اللي كسب يعني دوليا، من الخاسر ومن الرابع؟ طبعا اعتقد ان روسيا هتكون من بين الفائزين في الانتخابات، لان حتى ان ترامب اما كان بينظر الى بوتين ما كانش بينظر اليه كرجل سياسة وكرجل دولة، ولكن كرجل اعمال بقوة وتجاهل القانون. واعتقد ان ترامب برضو في سياسته هيكون رجل اعمال اكتر من سياسي، فبالتالي القوة هتغلب على السياسة الامريكية مرة، يعني المالتي لاتراليزم والتعددية بتاعت اوباما لا اعتقد انها ما كانتش عظيمة قوي يعني بالظبط، بس الانفرادية والقوة والعزلة كل دي سياسات. خلونا نذهب الى باريس ومعانا زميلتنا الصحفيه فابيولا بدوي كاتبه صحفيه من باريس، يعني من اهم المهنئين يا فابيولا في كانت ماري لوبان. اذا احنا شايفين صعود لليمين المتطرف في اوروبا كلها يعني مؤيدا لترامب، هل هنا بنشوف تيارات بقى يعني ترامب اعطى الضوء الاخضر لليمين والتيارات المحافظه انها تصعد بشكل كبير في اوروبا؟ لا يعني هو ما اعطاش الضوء الاخضر، ولكن بطبيعه الحال هو اعطى امل. ايضا هو اعطى للناخب الفرنسي المتردد دفعه لماذا لا يغير، لماذا لا يرفض الاشتراكيين واليمين الذي اعتاد عليه ويبحث عن الوجه الجديد. هناك قطاع كبير من الفرنسيين لم يحددوا موقفهم، وهناك قطاع آخر قد فأم الحزبين الاشتراكي واليمين وجرب الاثنين، نيكولا ساركوزي منذ 5 سنوات واليوم الحزب الاشتراكي ممثل في الرئيس الحالي، وبالتالي هو عاقب نيكولا ساركوزي لأنه لم يحقق أماله وسوف يفعل هذا مع الرئيس الحالي. فلماذا يعود إلى اليمين مرة أخرى؟ لماذا بالفعل لا تكون فرنسا للفرنسيين؟ فوز ترامب اليوم صدر يعني لغة أو أفكار
بات على الفرنسي أن يفكر فيها وسوف يفعل. وبطبيعة الحال سوف تستثمر السيدة لوبان ما حدث أفضل استثمار. وماذا عن أوروبا؟ باقي أوروبا يا فابيولا، يعني واضح أنه كل يعني نايجل فراج في بريطانيا، في كتير جدا من المرحبين كانوا من التيارات المحافظة، بينما أولاند بدأ قلقا، باقي ماركل بدأت قلقة، كل الناس بدأت قلقة. الرئيس الفرنسي اليوم حينما قال كلمته المقتطبة جدا، ملامح وجهه كانت أشبه بملامح وجهه يوم الكلمة التي ألقاها بعد الضربات التي ضربت باريس في 13 نوفمبر. يعني وهو يعني لم يخفي هذا، بل قال في أول كلمته ما معناه: طبقا للأعراف الدبلوماسية نحن نرسل التهنئة ونهنئ. يعني ما معناها أنا أهنئ من باب الواجب فقط، لست مرحبا. أيضا بقية الكلمة بالفعل هو لم يخفي قلقه. الاتحاد الأوروبي دعا يوم الأحد القادم جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فقط من أجل دراسة تداعيات فوز ترامب، وهذا يعني أن هلع قد أصاب أوروبا. هو يعني يضغط على ملفات شديدة الحساسية بالنسبة لأوروبا، سواء مسألة الانبعاث الحراري، هو قرر أثناء حملته أنه سيعيد فتح المناجم بما يعني ضرب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في فرنسا وبرعاية فرنسية يعني منذ فترة قليلة. أيضا الملف النووي الإيراني، هو يعيد القارة الأوروبية كي تفتح الملفات التي ارتاحت لأنها أغلقتها. اليوم الحزب الاشتراكي قلق جدا لأن هناك صعود اليمين المتطرف. الوضع في ألمانيا، وزير الخارجية من أوائل من صرحوا أن التعامل سيكون صعبا مع ترامب. بريطانيا هناك أيضا أكثر من صوت لم يرحب. في المقابل كافة زعماء اليمين المتطرف قد رحبوا. بشكرك. قد رحبوا بالفعل لأن الشعارات واحدة: أمريكا للأمريكيين، أمريكا أولا، فرنسا أو ألمانيا هم أولا. واليوم كسبوا أرضا جديدة، لا يمكن أن ننكر هذا. أشكرك فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية من باريس. يعني فعلا زلزال يعني الزلزال ده اللي حساه النخبة. يعني أنا جملة أنا وقفت عندها كتير: علينا أن نمتنع فيما بعد أن نكون أطباء المجتمع. علينا أن نقرأ الواقع ولا نتنع ولا نسقط النظرية على الواقع. إن المواطن علينا الأمريكي ألا نكون ولا عايز نكون في العالم كله. خلاص، نخبة فوق المجتمع. لكن نعيد على رأي حد الكتاب الأمريكان، نعيد جملة جرامشي: المثقف العضوي، أن نكون جزء من المجتمع حتى نتوقع اتجاهاته. ما حدث أن القابضون على الحلم الأمريكي قرروا أن يحققوا المفاجأة وينجحوا طالب قبل ما يدخل الامتحان كان سائط يحقق نتيجة 120%. دي نتيجة تاريخية. ليه؟ في جملة واحدة سألتيني على الولايات وأنا انشغلت في حاجة تانية. احنا عندنا 16 ولاية جمهورية ترامب خدهم كلهم، عندنا 9 ولايات مقربة للجمهوريين ترامب لأول مرة منذ بوش الابن في أول جولة يجيب 9 كلهم. عندنا 3 ولايات متأرجحة جدا ترامب خد منهم 2 من 3. عندنا 9 ولايات قريبة من الديمقراطيين خد منه ترامب 3 من 9. النتيجة دي لما بنحسبها احنا يعني واخد طالب خد في الامتحان 12 من 10. وهذه يعني قال هذا الطالب نجحوا الواقع اللي ممكن ما يكونش النخبة قبلاه، لكن هذا هو الواقع. علينا ألا نتهم الواقع لأنه هو الخطأ، لأن هذا الواقع صحيح. الذي جاء في لحظة بأوباما، هذا الواقع الذي قد يأتي بآخر، مش في أمريكا بس، في أوروبا وفي العالم الثالث. إحنا أمام عودة جديدة لكسر غرور النخبة وإعادة المدرسة الواقعية إلى فكرة دعنا نكون يعني لا نبتز بفكرة
دعنا نطرح الأحلام كواجب على الجمهور أنه ينفذها. لا، علينا نخلق الأحلام من وسط واقع هذا الجمهور. كلمات أخيرة دكتور زياد. كلمات أخيرة، أولا مزعج جدا أن احنا نتكلم عن جرامشي وترامب في نفس الوقت. الاثنين ما يركبوش مع بعض. والله أنا نفسي أن كلام أكرم يبقى صح. أنا نفسي أن تكون دي علامة بالفعل على أنه في توجه شعبوي في ممارسة السياسة على أرض الواقع في الغرب. يا ريت أنه الزهو اللي فيه المؤسسات السياسية والبعد عن الحقيقة الموجودة الواقعية في حياة الناس اليومية، يا ريت ده يكون مش موجود. بس أنا بتهيألي أنه حسابات القوة داخل أمريكا، مدى إلى أي مدى المؤسسات السياسية الأمريكية راسخة، ده مش هيغير كتير في معادلات الصراع. يعني في النهاية إحنا عمالين نتكلم يمكن متخدين بمفاجأة إن دونالد ترامب ما مرة واحدة رئيسا لأمريكا، بس أنا بتهيألي إن إحنا في خلال شهور قليلة هنحس إنه البوليسي أو السياسات الأمريكية يعني أكثر ثباتا من تغيرات الأفراد في المكتب البيضاوي يعني. وفي نفس الوقت أتمنى إنه إذا كان في فرصة لمصر للاستفادة من حاجة زي كده يا ريت خير وبركة، محدش مننا يعني ده لو في النهاية هيرجع على مصر بفايدة، ما اللي يكسب يكسب، احنا مش أمريكان فيعني. ولكن أنا زي ما بقولك أعتقد إنه مسألة يعني إلى أي مدى احنا مفاجئين من فوز ترامب هتبقى زوبعة في فنجان لما نتأكد إنه أمريكا ماشية بنفس الباور بوليتكس اللي هي ماشية بيها أو بنفس سياسة القوى اللي ماشية بيها من سنين طويلة. دكتورة أنا ممكن أقول أني أميل إلى قدر من التفاؤل بالنسبة للمنطقة في ضوء ترامب، خصوصا أنه حسمه لي ولمحاربة الإرهاب والإسلام السياسي زي ما قلت في الأول. وأنا من خلال ده أعتقد أنه باعتبار مصر من أول الدول اللي هي كانت فعلا حربة الإرهاب، فإن ده هيعيد دور مصر أو يدعم من دور مصر في محاربتها للإرهاب. أعتقد أن ترامب مش هيكون عنده الأحلام اللي كانت بالنسبة لإعادة تخطيط المنطقة وإعادة ترسيم المنطقة إلى دويلات عرقية، فده برضو من مصلحة إن بقاء الدول القومية في المنطقة، فده برضو من مصلحتنا. أعتقد إن ترامب زي ما قلنا إنه مش هينفذ كل اللي قاله، فما فيش أي وجه أي احتمالات إنه فعلا زي ما قال إنه هيأيد فكرة العاصمة في القدس. وأعتقد ولو فعلا ترامب شاف إنه محاربة الإرهاب ولو إحنا ممكن وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، فإن ترامب ممكن على الرغم من إن اليهود مش مؤيدين ليه إنه يلعب دور إيجابي، لأنه هيلعب دور أكتر محايد في هذه الأحوال من كلينتون أو أكرم. أنا ما عنديش حاجة أقولها غير إنه يبدو إني احنا هنستمتع برئاسة ترامب. ده هيسلينا جدا كصحفيين. والأهم إنه احنا يعني الأمريكان لا يتوقعون من ترامب الكثير، يعني يعرفون أن كثير من اللي قاله مش هيتحقق بالطريقة اللي قالها، ولأنهم جربوا ده من عمر السياسة من أيام جونسون في 64 من بعد الحرب العالمية الثانية. الوعود الانتخابية عادة يتم التعامل معها أنه هنوصل للربع أو النص مش أكتر من كده، ودي الواقعية السياسية. لكن أنا أتوقع أنه نحن أمام في 2017 وبالتحديد من منتصف 2017 عندما يأتي ويجلس ويمرر الميت يوم في الشرق الأوسط لوضع مواتي للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. خلينا صرحاء، ترامب في رؤيته اللي طرحها في كل المناظرات وفي كل خطاباته هو الأقرب للسياسة الخارجية المصرية. أعتقد أنه كان خبر سعيد للسياسة الخارجية المصرية اليوم. طبعا الرئيس السيسي كان أول مهنة. هذه هي الواقعية، نحن كسبنا اليوم رئيسا في البيت الأبيض أقرب لنا بكثير وبمسافة بعيدة عن
هيلاري كلينتون. صحيح، وأنا متفق بهذا الكلام، وبشكر ضيوفي أستاذ أكرم ألفي ودكتور زياد عاقل والدكتورة ماجدة شاهين، وحنتابع بقى. وإحنا أنا متفق، إحنا هنشوف أيام مسلية جدا، إحنا هنتسلى خالص في هذه الرئاسة، لأنه هيبقى فيها أحداث كده، هيبقى فيها يعني أحداث مختلفة، وسيدة بيت أبيض مختلفة وبنته مختلفة، يعني عندنا ميلانيا وإيفانكا وكده، يعني عندنا مشاهد مختلف. يعني عندنا مشهد مختلف تماما. خلونا نخرج بهذا التقرير عن يعني بعض ملامح مقتطفات من الانتخابات الأمريكية، ونخرج فاصل، وبعد الفاصل الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان سابقا والخبير في شؤون الجماعة الإسلامية، ونتكلم على يعني هل بالفعل ترامب سيقود معركة ضد الإرهاب، موقفه المتأرجح من المسلمين، وأيضا هنتكلم على رد فعل جماعة الإخوان. America can't succeed unless you succeed. And we are going to make our country great again. That is why I am officially running for president of the United States. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Raise your hand now if you won't make that pledge tonight. Mr. Trump. I cannot say I have to respect the person that, if it's not me, the person that wins. The American people are sick and tired of hearing about your damn emails. Thank you. Me too. Me too. You could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Don't worry about that, baby. I love babies, though. I love babies. I hear that baby crying. I like it. I like it. What a baby. Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. My young age, my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. Michelle Obama gives a speech, and everyone loves it. It's fantastic. My wife, Melania, gives the exact same speech. And people get on her case. Are you feeling better? Yes, thank you very much. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the you can do anything. We heard Donald talking about what he did to women. And after that, a number of women have come forward saying that's exactly what he did to them. Now, what was his response? That was locker room talk. I'm not proud of it, but Bill Clinton was abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women. Hillary Clinton will be under investigation for a long, long time. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. She doesn't know if it's the Russians doing the hacking. Maybe there is no hacking. But they always blame Russia. And the reason they blame Russia is because they think they're trying to tarnish me with Russia. I know nothing about Russia. From everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of no the United puppet, States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit no, you're that the Russians. One of the prides of this country is the peaceful transition of power, and that no matter how hard fought a campaign is, that at the end of the campaign, that the loser concedes to the winner. I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. It's amazing I'm up here after Donald. I didn't think he'd be okay with a peaceful transition of power. I just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us.
on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. That we can work together and unify our great country. That hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you. We can work together and unify our great country. That hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذه الفقرة هو الدكتور محمد حبيب. دكتور محمد حبيب طبعا كلنا نعرفه، هو كان النائب الأول للمرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين سابقا، وطبعا أستاذ جامعي في كلية العلوم قسم الجيولوجيا جامعة أسيوط. دكتور حبيب، هنتكلم عن تبعات وصول ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة. ترامب كان له موقف واضح من المسلمين، من المهاجرين، مواقفه بدت متضاربة بعض الشيء، لكن أيضا له موقف من جماعة الإخوان، له موقف من الحرب على الإرهاب، له موقف من التطرف ما أسماه به التطرف الإسلامي. ثم بعد ذلك يمتد بنا الحديث لما يحدث في مصر والجماعة ومصيرها ومواجهة الفكر الإرهابي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، يا مرحبا. خلونا نبدأ بس بأن نستمع إلى بعض ما قاله ترامب عن المسلمين في إبان حملته الانتخابية، وبعد ما قاله كالحقيقة ما كانش متسق مع بعض، أحيانا كان هناك تضارب في أقواله. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We know our current president is one. Right. You know he's not even an American. We need this first question. Certificate, this man. First question. When can we get rid of? We're going to be looking at a lot of different things. I love the Muslims. I think they're great people. Putting one in your cabinet or on your ticket, a Muslim American. Oh, absolutely. No problem with that. I love the Muslims. Great people. Many, many, most Muslims are wonderful people. I have many, many friends, people living in this building, Muslims. They're phenomenal people. Do you think Muslims are a problem? Well, I think a certain segment are certainly a problem. We have great people in the Muslim population, but something's happening. We are not exactly loved by many Muslims. I want surveillance of certain mosques, okay? You have people where there are problems. When the World Trade Center came tumbling down, I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering. إذن مواقف متناقضة من المسلمين. دكتور حبيب، ترى وصول ترامب للبيت الأبيض يعني موضوع يجب أن يزعجنا كمسلمين، ولا يعني كل هذه تصريحات انتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الواحد اتعود طيلة حياته أنه لما بيبقى الإنسان في البداية كده وقبل ما بيوضع على المحك بيبقى له فكر وتوجهات بتختلف بشكل ما أو آخر كليا أو جزئيا عن فكره وتوجهاته لما بيوضع على المحك وبيشوف الأمور على حقيقتها. في أمور ظاهرة بتبقى موجودة وفي أمور خفية. بالتأكيد لما هيدخل ويقعد ويشوف الأمور ماشية إزاي في العمق، أنا بعتقد أنه هيغير كثير جدا من الأفكار بتاعه، خاصة إذا لم يعمد إلى تغيير الستاف اللي موجود من أجهزة استخبارات، معاونين، الناس بتوع ثينك تانكس وإلى آخر هذا كله. ما لم يكن هناك تغيير حقيقي في ذلك فسيظل الأمر على ما هو. فهذه في رأيك يعني مجرد عبارات انتخابية كان يستميل بها التيار المحافظ، التيار المسيحي أكثر؟ أنا بعتقد هذا.
أيضا كان له موقف واضح من التطرف ما أسماه بالتطرف الإسلامي، موقف من الإرهاب. هل تتوقع أن هو يستمر في هذا الموقف؟ يعني مثلا يقرر أن هو ينزل تروبس أو جنود أمريكيين على الأرض لمواجهة داعش؟ هل تعتقد أن هو سيقود حربا حقيقية على الإرهاب؟ ده هيتوقف بالدرجة الأولى على المؤسسات بتاعت سواء الكونجرس أو مجلس الشيوخ، يعني مجلس النواب بغرفته. فلكن هل هيدفع بالرجال الأمريكيين للنزول على أرض المعارك؟ أنا أشك في ذلك كثيرا. لكن هيحارب الإرهاب؟ هيحارب الإرهاب، ربما جوا، ربما عن طريق اللي موجودين في المنطقة العربية، سواء إذا كان في سوريا، في العراق، هنا إلى آخر هذا كله. من أكثر المنزعجين من عدم وصول هيلاري كلينتون للبيت الأبيض طبعا جماعة الإخوان. كان في يعني أمل لدى جماعة الإخوان إن هو تصل هيلاري كلينتون. لدي هيلاري كلينتون كثير من مساعديها قريب من الجماعة، بيستمع إليه. هيلاري كلينتون كانت هي من الحزب الديمقراطي وقريبة من نظام أوباما، يعني كله هي نفس النتورك، نفس الاتجاه. وترامب كان قد وعد بتقديم مشروع قانون أو مساندة مشروع قانون يعتبر الجماعة إرهابية. هل تتوقع أن ده هيستمر؟ أنا بعتقد أنه فوز ترامب بالنسبة للإخوان شكل صدمة كبيرة جدا بالتأكيد، لأنه الخط اللي كان ماشي فيه الديمقراطيين أوباما وربما كانت برضو كلينتون هتمشي فيه هو السير مع الإخوان حتى نهاية الخط. الإخوان بيتصوروا أنهم بيستفيدوا من الدعم القوي اللي بتقدمه الإدارة الأمريكية، سواء معنوياً، مادياً، إعلامياً، سياسياً وإلى آخره. والإدارة الأمريكية بتتصور أنها بتستخدم الإخوان لتحقيق المصالح الكبرى بتاعتها هي والمشروع الصهيوني في المنطقة. أنا بعتقد أنه الموضوع سيعاد النظر فيه برمته من جديد مرة أخرى. بس كده الإخوان بيفقدوا حليف مهم وهي بالتأكيد الإدارة الأمريكية. بالتأكيد. وهذه الإدارة التي ستكون أكثر قربا من الإدارة المصرية في المرحلة المقبلة، وتوقعاتنا أنها تكون أكثر قربا. فهنا هيستبدلوا ده بمين يا دكتور في رأيك؟ هم هيحاولوا قدر الإمكان أنهم يكونوا أكثر انفتاحا وقربا من الاتحاد الأوروبي. هيحاولوا قدر الإمكان برضو أنهم يوظفوا تركيا، قطر في هذه المسألة. لكن سواء إذا كانت قطر أو تركيا أو الاتحاد الأوروبي برمته، وإن كانت له مشاكله خلال الفترة الماضية وحتتفاقم في المستقبل القريب والبعيد، لكن دول كلهم بيشتغلوا بالريموت كنترول من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة. لكن هل قطر تستطيع في ظل هذه الإدارة الجديدة اللي واضحة أنها بتقول أن الإخوان جماعة إرهابية أو هي لا تدعم جماعة الإخوان، هل قطر هتبقى تدعم الإخوان في ظل هذه الإدارة اللي هي أفصحت عن نواياها؟ بالتأكيد لا. تأكيد لا. بالتأكيد لا طبعا. ده حتى هو في كليب مذاع، يعني في ان هو بيرفض الحديث للجزيره، اللي هو بيرفض ادلاء ترامب، يرفض الجزيره، بيقول لهم خلاص وقتكم انتهى. شوفي حضرتك، ثوره 30 يونيو اطاحت بالحلم الامريكي. لكن هذا الحلم كان موجود عند اوباما حتى اخر لحظه، يعني هو كان بيحاول، يعني كان في بعض التحليلات بتقول ان 11 او الدعوات دي هي دعوات مدفوعه ايضا من بقايا الحلم الامريكي. ده صحيح. ومن ثم مجيء ترامب اوقف هذا المخطط، وربما هتبقى فيه رؤية جديدة يمكن هتعتمد في المقام الأول على
ثبات مصر والنظام المصري ووقوفه على أرض صلبة تجاه مختلف القضايا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ده خلينا يعني ننتقل بالكلام لشق آخر، هل لسه الإخوان لديهم قوة في الشارع؟ هل مثلا الأوضاع الاقتصادية هم لسه بيستغلوها للضغط على المواطن ومحاولة تقليب الوضع في مصر؟ هل ما زالوا موجودين على الأرض ولا وجودهم أصبح في الخارج بس؟ لا، هو يمكن أقدر أقول إنه اللي موجود في مصر من حيث العدد بغض النظر عن الكفاءة والحركة والفعالية لا يقل عن 200 ألف من الإخوان، اللي في السجون في السجون واللي هرب هرب، لكن هذا العدد موجود. إضافة لكده أن العدد ده مش قماشة واحدة وله لون واحد، إنما فيه جزء بيقوم بعمليات نوعية حجمه إيه ما فيش عندي ولا عند أي حد من اللي بيبص على الصورة من برة تقدير. جزء لسه بيشاور عقله لكن ما زال موجود داخل الجماعة. الجزء الثالث يعني قاب قوسين أو أدنى أن يخرج من الجماعة، إما للفضاء الواسع وإما إلى داعش. داعش طبعا بالتأكيد جزء من الجماعة يذهب إلى داعش. طبعا، لأنه الموضوع أصبح دلوقتي واضح للعيان إن اللي بيقوم بالعمليات النوعية بدأ يعني تبص له حضرتك كما لو كان فصيل أو فرع من القاعدة أو داعش، من حيث الفكر، من حيث الممارسة، الفهم، التطبيق وإلى آخره. وده اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله إذا أتيح لنا. خلينا نخرج بس فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل هذا الكلام ونفهم بالضبط. يعني طيب، إذا من هم الموجودين في مصر؟ مين اللي بيقوموا بالعمليات النوعية دي؟ وأسمع وجهة نظر حضرتك في باقي الأمور. فاصل قصير ونرجع. You'll be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. أهلا بكم من جديد دكتور محمد حبيب، وضفنا في هذه الفقرة. دكتور حبيب، يعني منذ شهر تقريبا الداخلية أعلنت عن مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد ومسؤول عن حركة الحراك الثوري للإخوان. احنا عمالين نسمع الحراك الثوري، حسم، لواء الثورة، حاجات كده تنويعات على نغمة واحدة. أولا، مين هو محمد كمال؟ هل كان بالفعل شخص مهم ولا لا؟ وهل يعني كل شوية نسمع عن حد مهم بس احنا مش حاسين ان في اتجاه واضح جدا لتغيير الفكر قبل القضيه الامنيه؟ يعني ده صحيح، ده صحيح. طبعا معرفتي بمحمد كمال قديمه، يعني هو من تلامذتنا، ويمكن ده من نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات. لكن محمد كان فيه بعض نزق اذا كاز التعبير، والحماس الزائد. الأمر الثاني أنه ما خدش فرصته في الترقي داخل صفوف الجماعة، وكانت عليه ضغوط شديدة جدا من قبل المسؤولين بتوعه وعلى رأسهم محمود حسين اللي هو أمين عام الجماعة حاليا. أنا فاكر كويس قوي أنه جاني محمد كمال في فترة وكان معه أخ توفي رحمة الله عليه، وقالوا لي يعني لابد أنه تتدخل علشان الانتخابات بتاعة المكتب الإداري في أسيوط، لأنهم ما كانوش عايزين محمود حسين الذي كان يرأس المكتب الإداري أنه يعود مرة ثانية. فقلت لهم لا، سيبوا الانتخابات يعني تاخد الطريق الصحيح بتاعها وانا ما تدخلش في مثل هذه الامور. وبعدين سنة يمكن 2010 جاني محمد كمال
وحكى لي تفصيلا ازاي ان هو ظل مذلول ذل الابل من محمود حسين طيلة 19 عاما الى هذا الحد. فقلت له يا ابني اذا كان الانسان ما يشوفش كرامته وعزته وداخل الجماعة يبقى قاعد يعمل ايه؟ فازاي تصبر على نفسك كل هذا الايه؟ كل هذا العمر. المهم انه تقريبا في سنة 2011 خدوه وطلعوه لمكتب الارشاد، فبدأ يحس انه شخص مهم، وبالتالي عليه ان هو يعني يثبت جدارة واستحقاق. سنة 2014 اتعملت ما يسمى بلجنة الأزمة، ودي احنا كنا دايما نعملها من زمان، تبقى في أزمة قدامنا نشكل لها لجنة علشان تتولى التعامل معها بشكل مش بقى يومي بقدر ما كل ساعة. ويبدو انه محمد كمال انتخب رئيس لهذه اللجنة، وبعدين هو بدأ يفكر بقى في مسألة اللجان النوعية، لأنه الجماعة اللي بيطلقوا عليهم انقلابيين دول أطاحوا بكل حاجة وغدروا وإلى آخر ما يمكن إن احنا نبقى نتكلم عنه. فهم طبعا البعض حاول يصده، البعض حاول إن هو كما جاء في التحقيقات بتاعت النيابة مع محمود غزلان وعبد الرحمن البر، لكن يعني ظل محمد صادرا في غيه. كان دوره ايه في الفترة الأخيرة؟ لا هو الفترة الأخيرة طبعا أولا بيتواصل مع ما يسمى باللجان العنقودية أو الخلايا اللي بتنفذ العمليات، اللي بتنفذ العمليات. وبعدين بقى قطر وتركيا وما يمكن اعتباره فلوس خاصة بالإخوان المصريين في الخارج، حتى بعضهم اعترف أنه كان بيوصلهم حوالي 100,000 دولار شهريا. 100,000 دولار شهريا أو ظن يوميا، مش شهريا يعني إلى هذا الحد. فمثل هذه العمليات النوعية بتحتاج حركة، بتحتاج مال، توظيف طاقات، إمكانات وإلى آخر هذا كله. بحيث كل خلية من هذه الخلايا مثلا إذا كانت 5 أفراد 6 أفراد ما تعرفش فيه، لا تعرف الخلية الثانية والثانية، لكن لا هو تعرف. كان بيعرفهم جميعا بالتأكيد. لازم أو على أقل تقدير أتيحت له فرصة أنه يعرف الرؤوس بتاعت هذه الخلايا. هل في حاجة اسمها الحراك الثوري؟ هل في حاجة اسمها حسم؟ هل في حاجة اسمها بعتقد إن لواء الثورة؟ دي بعتقد انها كلها اسماء لمجرد التعمية والتغطية والتضليل بالنسبة للأجهزة الأمنية، فضلا عن اعطاء احساس بانه الايه العمليات النوعية بيقوم بيها خلايا كثيرة ومتعددة. لكنها جميعا هي جماعة الإخوان؟ انا اعتقد هذا جماعة الإخوان. مين اللي بيقود هذه العمليات بقى؟ هو كان محمد كمال اللي بيدي بقى التوجيهات التعليمات، وانا بعتقد انه الاستراتيجي اللي اتحطت فيما يتعلق بمواجهه ما سمي بالانقلابيين والجهاد سبيلنا والى اخره، ده من تفكير محمد كمال، وربما يمكن ساهم فيها البعض من الاخوان، واللي مختلفين مع الإخوان هم اللي موجودين دلوقتي في تركيا وفي بريطانيا. من يقود بعد محمد كمال؟ محدش يعرف لحد ما يظهر بقى. طبعا تأكيد، لحد ما يتم إلقاء القبض على خلية من الخلايا، ثم بعد ذلك ترشد هذه للشخصية. هل الخلاف اللي كان ما بين جناح محمد كمال وبين جناح محمود عزت ده كان خلاف حقيقي ولا خلاف مجرد للشو يعني؟ هو في تصوري انه كان خلاف تكتيكي اكثر منه استراتيجي. يعني اللي موجودين في الخارج تصوروا انه العمل المسلح
سيضر بالجماعة ضررا بالغا، ومن ثم لابد أنه يتوقف. لكن ظل محمد ومن معه يعني بيتحركوا في هذا الاتجاه. شباب الجماعة بقى يعني منذ بعد يعني ساعات من فوز ترامب، شباب الجماعة نشروا أو يعني صفحة الإخوان الرسمية نشرت إلغاء دعوات التظاهر في 11/11. هل تعتقد أن دول الشباب بيقودوا الأمر ده ولا ده الأصل بتاع الجماعة ولا إيه؟ هو دلوقتي فيه مسؤول عن اللجنة الإدارية العليا أو لجنة الأزمة مختلف هو شوية ولو في التكتيك عن محمد كمال، اللي هو محمد عبد الرحمن المرسي، وده من الدقهلية، وطبعا بيعتبر احد الاذرع المهمة لمحمود عزت في الخارج، وهو بياخد ويتلقى التعليمات من محمود عزت وكده. انا بعتقد انه هو خلاف حول التكتيك، لكن الكل يريد أنه يزعزع النظام، عدم استقرار أمني في البلد، انهيار إلى آخر هذا كله. وبصرف النظر بقى عن الخط اللي هيتبع، ف ده اللي احنا نحب برضو نلقي الضوء عليه ان شاء الله. يعني اذا هل ترى انه يعني الداخلية بتقبض على خلايا كثيرة، لكن هل هذا هو الطريق الوحيد في رأيك؟ بالتأكيد لا. يعني احنا بنقول دايما ان السلاح في مولة السلاح، فضلا عن جمع المعلومات بشكل جيد وبشكل استباقي حتى تجهض اي محاولة قبل وقوعها. لكن الحقيقة لابد ان احنا نضع في اعتبار ان الفكر والاساس. يعني لو احنا عندنا فكر مغلوط هيؤدي الى فهم منحرف، والفهم المنحرف سوف يؤدي الى ممارسات مهلكة والعياذ بالله. وهو ده اللي بيخلينا احنا نأكد على ان ضرورة التأكيد على مواجهة الارهاب من خلال الفكر. نمرة واحد حيحصن الشباب فلا ينزلقوا إلى العنف والإرهاب وبالتالي التكفير. من ناحية أخرى حنزعزع الفكر ده فلا يقوموا بعمليات إرهابية، فضلا عن إن احنا من خلال مواجهة الفكر حنقوم بإرساء الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل اللي يجنب البلد كل الأخطار سواء حاضرا أو مستقبلا بالنسبة للعنف والإرهاب. إزاي يا دكتور؟ لا هو شوفي هقول لحضرتك، يعني إحنا بنتكلم على أنه فيه دايما شرارة انطلقت، وهذه الشرارة ما زالت موجودة حتى الآن. بمعنى إيه؟ يعني مسألة هل إحنا كنا قدام أو ما زلنا قدام ثورة أم انقلاب؟ هو ده اللي يجب إن إحنا، لأنه كل الاستراتيجيات بتاعتهم، كل التفكير بتاعهم، كل الأعمال إن هو انقلاب. فكيف نواجه هذا الإيه؟ هذا الانقلاب. هم في الواقع بيعتمدوا على لا علم ولا فقه ولا رؤية ولا أي حاجة. هو بيجيب بعض نصوص من القرآن، بعض نصوص من السنة بتخدم الهدف بتاعه، بتخدم الرؤية بتاعته، بيوظفها وبيضحك بيها على الشباب. هل في جدوى ان انا اقعد اقول له ده كانت ثوره ما كانتش انقلاب، وانه ان الشعب هو اللي طلب ده، ما كانتش من جايه من فوق بل جايه من هل ده مهم؟ هل ده مهم؟ هقول لحضرتك حاجه، هو في جزء برضه زي ما احنا متفقين انه مش هيرتدع وهيظل برضه على ايه؟ على وجهته. وفي جزء تاني هيعيد التفكير بالتاكيد، لكن سيظل في موقعه. وفي جزء تالت حجمه ايه؟ حيفكر مرة أخرى، تانية أو تالتة أو رابعة. لأنه الحقيقة أنا بيهمني بالدرجة الأولى
يعني أزعزع وأخلخل هذا التفكير من قلوب أصحابه وأتباعه. فأعود فأقول مثلا حضرتك اتفضل ربنا يبارك فيك. يعني مثلا فيما يتعلق بحكاية الفكر وأنا هستشهد بمسألة الخوارج مع الإمام علي. لما حصلت الحرب بين الإمام علي ومعاوية حرب صفين ورفعت المصاحف على أسنة الرماح وبعدين رضي القوم بحكمين أبو موسى الأشعري من ناحية وعمرو بن العاص من ناحية أخرى، فالخوارج قالوا لا، إن الحكم إلا لله، مش عايزين لا حكم من هنا ولا حكم من هنا. فجاب الإمام علي المصحف القرآن وقال لهم خدوا، خلوا المصحف هو الذي يحكم بيننا. مش ممكن، المصحف ده عبارة عن آيات، وهذه الآيات مش ممكن تقفز من المصحف علشان تحكم هي بين الناس. بالضبط كده، إنما محتاجة إيه؟ محتاجة ده عقل يفسر ويطبق يفكر يفهم. وبعدين الوقعة دي أو الحدث ده هل أنا عندي تصور كامل وشامل وصحيح ودقيق عنه ولا لا، بحيث إن أنا لما آجي آخد النص اللي يتلائم معاه مظبوط ولا لا. فدي عايزة رجال وعايزة علم وعايزة فقه وعايزة أساليب اللغة العربية، الفرق بين الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد. هل الفكر ده ندخل بيه للسجون زي ما كنا عملنا في التصحيح الأول تذكر طبعا الحركات التصحيحية للجماعات الجهادية وقتها، هل ندخل بيه للسجون عشان هناك شباب كثر موجودين، يعني غير القيادات، يعني قد لا نستطيع أن نغير رأي القيادات، ولكن في شباب كتير جوه السجون من الجماعات من جماعة الإخوان، هل دورنا أن احنا ندخل للسجون نحاول نغير هذا الفكر من داخل السجون؟ شوفي، يجب أن تكون المواجهة شاملة، يعني من خلال أجهزة الإعلام، من خلال اليوتيوب، من خلال الميديا، شبكات التواصل الاجتماعي، استراتيجية كاملة. ولا ينبغي ان احنا نترك ثغره دون ان يعني نطأها او نسدها. لكن الاعتماد على المواجهه الامنيه فقط، احنا حريصين والله على دم كل شاب وكل انسان، حريصين على استقرار البلد وقوته وصلابته في مواجهه كل هذه الحروب وبحار الدم وأنهاره اللي عمالة بتطرطش في كل مكان وفي كل حتة. تفضلي. يعني الوقت مش هيسمح بان انا اطول في هذا الامر، ولكن الان الجماعة كيف تفكر في مستقبلها في رأيك؟ هل ترى انها انتهت؟ وصول ترامب للسلطه، الاستمرار في يعني استقرار الوضع المصري الى حد كبير، ولا لسه شايفه هناك منافذ تحاول تلعب في العلاقات المصريه السعوديه شويه، القضايا الاقتصاديه شويه، يعني بتشوف لها منافذ لمزيد من التحرك؟ هو الاخوان لا يفقدون الامل. صحيح، يعني وإحنا كنا عايشين ودايما كان يتردد في أذهاننا يا ما دقت على الرأس طبول، على الرأس طبول. وشوف يا عبد الناصر عمل إيه، يعني اعتقل تقريبا حوالي 17,000 في ليلة واحدة، والهضيبي رحمة الله عليه كان في الواحات يقول يعني إحنا حتى لو خرجنا بعد 20 بعد 25 سنة ولقينا واحد في الشارع بيقول لا إله إلا الله، ده هيبقى مكسب. شوف إلى هذا الحد الإحساس كان موجود، ومع هذا خرجوا، جه السادات وخرج الناس وبدأوا ياخدوا حريتهم وانطلاقهم وإلى آخر هذا كله. فاللي عايز بس أكد عليه إنه لما بيبقى فيه قيادة واعية بتمثل عملية فلترة جيدة
لهذه النوعية من الأفكار. أنا فاكر كويس قوي إحنا كنا قاعدين في مرة كان مصطفى مشهور والمأمون الهضيبي وأنا. وكان مصطفى مشهور يردد باستمرار الآية الواردة في سورة الأنعام: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني لما بيجي مبارك يتكلم كلمة أحد المسؤولين على الجماعة إلى آخره فيردد هذه الآية. فالمأمون قال له، المأمون كان على علم وعلى فقه، قال له: يا مصطفى أنت بتكفر النظام؟ قال له: لا. قال له: إذن لا تعود إلى ترديد هذه الآية في هذه المؤتمر. فلما إحنا نقعد أكثر من 40 سنة ما فيش حادثة عنف واحدة من منتصف السبعينات لحد المجزرة بتاعة الاتحادية في 5 ديسمبر سنة 2012، يدلك على أنه كان فيه ناس واقفين وحاطين خط فاصل واضح بين الجماعة من ناحية وبين فصائل العنف، فصائل العنف من ناحية. لما مشي المأمون وجه مهدي عاكف واستلم محمود عزت وإلى آخره، بس في المنتصف كان في ميليشيات الأزهر وكان ابتدت تبقى بوادر شوية اللي كان في العنف، في بعض شواهد. لكن لما تمت السيطرة الكاملة لهذه، أنا اتصل بي تقريبا في 5 مارس الشيخ يوسف القرضاوي من قطر، 5 مارس سنة 2010، وهو ثائر ثورة عارمة، يقول لي: يا دكتور حبيب، ازاي انت تسيب الجماعة ويسيطر عليها مجموعة القطبيين دول؟ قلت له: يا مولانا، في تفاصيل سأحكي لك عنها حينما تنزل إلى القاهرة. لكن غير الرجل رأيه وفكره واتجاهه بعد ذلك. نعود لسؤال حضرتك، اللي هيبقى مقتنع بالفكر التكفيري، فكر العنف وفكر الإرهاب ده، هيظل صعب انك تغيره. بس انا بتكلم على جيل جديد، على جيل الشباب ده بيتوقف علينا احنا. احنا بقى ايه الجهد اللي احنا هنبذله في تغيير هذا الفكر، فضلا عن تحصين الشباب من ان ينزلق الى هذا؟ لانه في النهايه وما بينزلقش بس للجماعه، وبينزلق للجماعه ثم الى داعش. بالظبط، هو ده الخطر الكبير. ده صحيح، ده صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حبيب، النائب الاول لمرشد العام لجماعه الاخوان سابقا، بشكرك على يعني كل هذه المعلومات. هل انت حضرتك شايف انه الفتره اللي جايه تحت رئاسه ترامب مره اخرى يعني هيكون في عداء، سيزداد العداء ضد المسلمين في العالم ولا لا؟ مش ضد المسلمين في العالم، بقدر ما هيبقى فيه موقف بالنسبة للإرهاب وفصائله، وما يثبت في حق سين أو صاد أو جماعة أو تشكيل هيبقى فيه الموقف. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وبشكركم أعزائي المشاهدين. دي كانت حلقتنا الاستثنائية النهاردة، مش موعدنا ولكن قررنا نكون معاكم لمتابعة تداعيات الزلزال الأمريكي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، رئيس رقم 45 للولايات المتحدة، يعني في مفاجأة ضخمة جدا لكل الأوسط. أشكركم ونتقابل يوم السبت بإذن الله، وهذه لميس الحديد. هايكم، صباح الخير. We'll be right back.